انا بس كنت بفكركم باللي اتقال المره اللي فاتت اخدنا الايديال جاز وعرفنا العوامل اللي بتاثر على الغاز وعرفنا قوانين الغازات ال A B C D افوجادرو وبويل وتشارلز ودالتون، وعرفنا كويس قوي ازاي نفهم مش نحفظ، علشان الحفظ بيخليك تنسى بسرعة، وفي نفس الوقت مش هيخليك تجاوب الإجابة الصحيحة في الامتحان. انت لازم تفهم علشان اي حاجة، وما كانش حد عنده مشكلة في الموضوع ده. وازاي وعرفنا ازاي نحسب الدينسي، وعرفنا الجنرال جاز لو لما يكون عندي انيشال ستيت وفاينل ستيت. تمام، ان شاء الله في التوتوريال بتاع الايدل جاز كنا المفروض، انا كنت فاكر منسق مع كنت يعني كوردينيتور، كنت متفق يعني هنا في الجروب قالت ان هي منسقه ان هي تكون هنبدا الاسبوع اللي فات، بس يعني بالتواصل مع الفيزيكس خلينا التوتوريال بتاع الكيمستري الاسبوع ده. وفي التوتوريال ان شاء الله هنشوف مع بعض ازاي نحل المسائل ونتعامل معاها. انا بعت لكم شيت مش مط... يعني اللي كان عايز يحله حله، او اللي حله حله مفيش مشاكل. ان شاء الله هحله انا في التوتوريال وهبعت لكم الانسرز على الفايلز، عندي وانتوا كده كده سؤال، بس هتكتبوا معايا. سؤال بس اتفضل. يا باشمهندس، هو احنا الاسايمنت بتاعنا هيبقى حضرتك هتنزله امتى، ولا هو الشيت ده بس؟ الشيت بيبقى عبارة عن حل المسائل والاساينمنت، يعني لو تلاقوا في مسائل باللون الاسود ومسائل بالاحمر، المسائل الاحمر دي هي الاساينمنت اللي انا بطلبها منكم. هنعرف كده ان شاء الله في التوتوريال يعني، بس مش عايز اسبق الاحداث واجي للموضوع ده يعني دلوقتي. هنشبع مسائل وهناخد اساينمنتس كتير، ويعني الموضوع ده مفروغ منه ان شاء الله يعني. بالنسبة لموضوع النهاردة يا جماعة، عشان بس ما نضيعش وقت، مبدئيا حد عنده أسئلة في المحاضرة بتاعة المرة اللي فاتت؟ المفروض كل الناس كتبت ورايا، كل الناس ذاكرت كويس أوي أوي أوي، لأن فات أسبوع مش هينفع نقاوم علينا محاضرتين كده، إحنا بنلعب ما ينفعش، لازم نذاكر أول بأول. وأنا قلت لكم أنا موجود معاكم إن شاء الله في اللاب يوم الأربعاء، اللي عايز أسئلة في المحاضرة، علشان أنتوا عارفين فرصة الأونلاين في ناس ما بتعرفش تسأل، في ناس كده وفي ناس كده، ففرصة انك تشوفني فيس تو فيس في اللاب، وتقدر ان انت تسألني في اي حاجة انت عايزها. خلاص. وطبعا زي ما سمعت التعليمات اللي في اللاب، يعني البالتو لازم يكون معاك، فوق ان في ناس جاية من غير بالتو. الكتاب بتاعك الامتحان اللي بيبقى اون بوك لازم يكون معاك، الكتاب بتاعك وبتكتب فيه التجارب وبتعلم فيها، علشان في الاخر الكتاب ده عليه 5 درجات. نشوف الامضاءات اللي انا ماضيها لك في الكتاب، وبعدها هو ده الاتندنس بتاعك. فعلشان كده بنقول ان الاتندنس يعني هو الامضاء بتاعتك، هو شغلك في المعمل. نيجي بقى لموضوع النهارده، الريال جاز. طيب ايه هو الريال جاز؟ احنا خدنا الايدل جاز وعرفنا القوانين اللي بتحكمه. طب تعال نشوف بقى الريال جاز. لازم اول حاجه تكتب لي الجدول ده، اكتب الجدول ده المقارنه بين الايدل جاز والريال جاز. طيب المقارنه دي يا جماعه فيها كذا حاجه، احنا يهمنا حاجتين بس، يهمنا حاجتين بس اللي هنتكلم عليهم، الفوليوم والاتراكشن فورس. الايديال جاز يا جماعه، بص انا كاتب ايه، نمبر 1 نو ديفينيت فوليوم، يعني الايديال غاز، الايديال جاز زي ما خدنا المره اللي فاتت ملوش حجم، بدليل ان احنا قلنا حجم الغاز هو حجم الكونتينر، يعني لو جبت الغاز ده حطيته في كونتينر اكبر كونتينر اقل هياخد حجم الوعاء او الاناء او الكونتينر اللي هو فيه. خلاص، يعني معنى كده الايديال جاز ملوش فوليوم، يبقى نو ديفينيت فوليوم. الحاجه الثانيه في الايديال جاز اللي هي نو اتراكشن فورسز، نو انتر موليكولار اتراكشن فورسز، يعني ما فيش قوه تجاذب بين الجزيئات وبعضها، ما فيش قوه تجاذب بين الجزيئات وبعضها. ده اللي شفناه في الايديال جاز، وابتدت القوانين العلماء يستنتجوا قوانينهم بناء على النظريه دي. النظريه ايه؟ ان هو ملوش فوليوم، والنظريه ان هو ملوش اتراكشن فورسز. يعني كل القوانين اللي خدناها المره اللي فاتت استنتجت بناء على الفردين دول، نو ديفينيت فوليوم ونو اتراكشن فورس. طب في الريال جاز بقى العكس، الريال غاز يا جماعه بيبقى فيه فوليوم وفي انتر موليكولار اتراكشن فورس، في فوليوم وفي انتر موليكولار اتراكشن فورسز، يعني العكس تماما الايدل جاز. طيب خلاص كتبنا الجدول، يبقى المقارنة دي يا جماعة مهمة جدا.
يبقى اللي دي اللي بتميز الايدل جاز، وابتدت القوانين بتاعتها يعني تستنتج على هذا الفرضين ان هو نو ديفينيت فوليوم نو اتراكشن فورسز، والريال جاز عكسه تماما بيبقى فيه فوليوم وفيه اتراكشن فورسز. خلاص طيب هنشوف بقى الكونديشنز، وانا انا كاتب تايتلز يعني كده عشان ما نضيعش وقت، وانا تحت كل تايتل هكتب الشرح بتاعها وانت بتكتب ورايا، ومش همشي من حته الا متاكد ان انت كتبت الحته دي. طيب ايه هي الكونديشنز اوف ديفيجن؟ عرفنا ان الايدل جاز بيتحول لريال جاز، يبقى في كونديشنز مسؤول عن الكلام ده، شروط، شروط الحيود اللي مش عارف اهو. الكونديشنز اوف ديفيجن يعني شروط، شروط الحيود. خلاص طيب ايه هي شروط الحيود؟ الشروط اللي بيكون فيها الغاز ريال جاز، نمبر 1 الهاي بريشر، الهاي بريشر لما عرض الغاز لهاي بريشر، نمبر 2 اللو تمبريتشر. يبقى لما اجي اسالك اقول لك ايه هي الكونديشنز اللي بتعمل حيود اللي بتحول الغاز من ايديال جاز لريل جاز، تقول لي شرطين الهاي بريشر واللو تمبريتشر. ممكن نكتبهم بطريقه ثانيه، نكتب مع بعض ان الايديال جاز، الايديال جاز بيتحول لريل جاز عن طريق ان انا باثر، نمبر 1 هاي بريشر، نمبر 2 لو تمبريتشر. يبقى الشرطين دول يا شباب لما اجي اثر بيهم على الايديال جاز، يروح الايديال جاز على طول يتحول لايه؟ لريل جاز. يعني معنى كده يا دكتور ان مفيش غازين في الطبيعه، هو غاز واحد اسمه ايديال جاز. الغاز الواحد ده لو اتعرض لهاي بريشر ولو تمبريتشر مع بعض بيتحول لريال جاز. في اي مشكله في الحته دي؟ يبقى تاني، ايه هي الكونديشنز اوف ديفيجن، شروط الحيود؟ لو جيت اسالك سؤال ام سي كيو اقول لك ايه الشروط اللي بيحيد الجاز عنها؟ إيه يعني ايه بيحيد؟ يعني بيتحول من ايديال جاز لريال جاز. هتقول لي شرطين، ايه هما؟ الهاي بريشر واللو تمبريتشر. خلاص تمام، يعني الحته دي جت قبل كده في السمستر اللي فات سالته فيها، قلت له كونديشنز اوف ديفيجن هاي بريشر وهاي تمبريتشر ولا لو بريشر ولو تمبريتشر، اجيب لك بقى اختيارات زي ما انا عايز، انت حافظ ايه او عارف ايه ان هي هاي بريشر ولو تمبريتشر، ازود الضغط واقلل درجه الحراره. طيب الريزونز بقى، خلي بالك بقى الفرق بين الكونديشنز والريزونز، اسباب الحيود هنا اسباب الحيود. ايه هي الاسباب او المسببات اللي حصلت لما الكونديشنز دي اتاثرت؟ يعني لما انت اثرت بالكونديشنز دي عملوا ايه في الغاز؟ عملوا حاجتين، نمبر 1 عملوا حاجه اسمها اكسكلودد فوليوم. يعني ايه اكسكلودد فوليوم؟ يعني الحجم المستبعد. نترجم كده مع بعض اللي عايز يكتب، الاكسكلودد فوليوم يعني الحجم المستبعد. يعني ايه الحجم المستبعد يا دكتور؟ هقول لك يا باشمهندس، لو انت قاعد دلوقتي في الاوضه بتاعتك، حلو، قاعد في اوضه مقفوله وبتسمعني وقدامك اللابتوب بتاعك وحاجتك، انت دلوقتي شاغل من الاوضه، شاغل من الاوضه 5%، وانت واخد حيز من الاوضه 5%، يبقى انت لما تيجي تتحرك في الاوضه هتتحرك في كام في الميه؟ ايه المتاح ليك في الحركه؟ الاوضه كلها ولا 95% بس؟ 95. ايوه 95. ايوه ليه؟ طب ليه 95؟ لان انت واخد حيز من الاوضه بيشكل 5%. خلاص يبقى انت تعتبر اكسكلودد فوليوم، حجم مستبعد مش هتتحرك فيه، يبقى ال 5% اللي انت شاغلهم جوه الاوضه انت مش هتتحرك فيهم. خلاص، بينما هتتحرك في ال 95% الفراغ، اي فراغ في الاوضه غير ال 5% اللي هو ال 95%. وصلت كده؟ يبقى ايه هو الحجم المستبعد؟ الحجم اللي مش بيتحرك فيه الغاز، خلاص، اللي هو الحجم اللي هو شغله. يعني لو قلت لك الغاز جوه الكونتينر حجمه 2 لتر والكونتينر 5 لتر، يبقى هيتحرك في قد ايه؟ تاني، كونتينر 5 لتر والغاز جوه 2 لتر، يبقى لما 3 لتر بيجي يتحرك هيتحرك في الثلاثه الفاضيين، صح ولا غلط؟ ايوه بالظبط كده. ايوه، يبقى الاكسكلودد فوليوم قد ايه؟ 2. الاكسكلودد فوليوم اللي انا مش هتحرك فيه هو ده حجم الغاز، تمام؟ يبقى الحجم، يبقى الغاز مش هيتحرك في الحجم بتاعه، معروفه دي، بيتحرك في الفري سبيس اللي حواليه، هي دي الاكسكلودد فوليوم. طيب الحاجه الثانيه الاتراكشن فورسز، نمبر 2 الاتراكشن فورسز، قوه التجاذب، قوه التجاذب بين الجزيئات. انت دلوقتي من اسباب الحيود حاجه مهمه جدا،
ان بيحصل قوه تجاذب بين الجزيئات بتخلي الغاز يتحرك على طول او يتغير المسار بتاعه، بدل ما يبقى ايدل جاز بيبقى ريال جاز. طيب عايزين نشوف ازاي الحاجات دي حصلت. مش انت قلت، مش انت يا دكتور بتقول لي كونديشن هاي بريشر ولو تمبريتشر؟ اكيد اكيد الهاي بريشر اروح نازل بسهم كده، اروح نازل بسهم هي اللي عملت لي الاكسكلودد فوليوم. طب هتقول لي ازاي؟ هقول لك ما هو اي حاجه بتضغط في حجم صغير حجمها بيبان. يعني قلت لو احنا كده، احنا كلنا كده على بعض 300، الميتنج كده هو 300، رحنا وقفنا في صحراء. لو احنا رحنا وقفنا في الصحراء هنشوف 300 واحد واقفين في صحراء كبيره، الصحراء دي مكان اوبن، هل حجمنا هيبان؟ حجمنا هيبان في الصحراء ولا اي حاجه؟ احنا نعتبر نقطه في بحر، لان الصحراء ملهاش حدود، مفيش صور فيها، مفيش اي حاجه تبين الحدود بتاعتها، فاحنا نعتبر ايه؟ نعتبر ملناش اي حجم، هو ده الايدل جاز. طب هات ال 300 واحد دول حطهم في معمل، المعمل بتاعنا مثلا معمل الكيمياء اللي انتوا دخلتوه، حطهم في المعمل. اي حد هيعدي يقول لك ايه ده؟ المعمل زحمه ليه؟ حجمكم باين لان انتوا ضغطتوا في مكان صغير، صح ولا غلط؟ يبقى الهاي بريشر بيعمل ايه يا شباب؟ بيخلي الحجم يبان ولا بيختفي؟ يبقى الهاي بريشر دايما بيخلي الفوليوم يبان. يبقى الهاي بريشر ده عمل لي او سبب لي، ما انا بقول اسباب الحيود، يعني الكونديشن اللي فوق دي سببت لي ايه؟ اول حاجه اكسكلودد فوليوم، حجم مستبعد للغاز. الحاجه الثانيه اللو تمبريتشر سببت لي ايه في الغاز؟ اروح نازل بسهم كده، عملت لي اتراكشن فورسز. اتراكشن فورسز، طب حد جدع يقول لي ليه؟ ايه علاقه التمبريتشر بالاتراكشن فورس؟ ايه علاقه درجه الحراره بقوه التجاذب؟ ايه العلاقه؟ هقول لك في علاقه بتربط بينهم قوي اسمها الكاينيتيك انرجي. ايه هي الكاينيتيك انرجي؟ طاقه الحركه. لما انت تقلل التمبريتشر الكاينيتيك انرجي هيحصل لها ايه؟ الكاينيتيك انرجي هيحصل لها ايه؟ طاقه الحركه هتقل ولا هتزيد؟ هتقل هتقل. الله ينور عليك. طب لما الكاينيتيك انرجي تقل، الموليكولز هتقرب لبعض ولا مش هتقرب؟ هتقرب لبعض. ايوه انت قلت هتقرب. كلمه تقرب دي بنقول عليها ايه؟ اتراكشن فورسز. يبقى معنى كده يا شباب ان في هاي بريشر ولو تمبريتشر كانوا عملوا لي سببين، ايه هما؟ عملوا لي اكسكلودد فوليوم، وعملوا لي حاجه اسمها اتراكشن فورس، وغيروا لي الغاز، خلوه من ايديال جاز خلوه ريل جاز، يعني خلوه بدل غاز مثالي خلاص خلوه غاز حقيقي. اتفقنا؟ يبقى تاني لما اجي اقول لحد، اشاور على حد دلوقتي اقول له ايه هي الكونديشن اوف ديفيجن؟ حبيبي بقى احمد، ايه هي شروط الحيود؟ طب مينا مدحت؟ condition of deviation high pressure واللو temperature. ايوه الهاي بريشر. طب يا مينا الحاجتين دول عملوا لي ايه في الغاز؟ سببوا لي ايه؟ اسباب الحيود. الهاي بريشر عمل لي حاجه اسمها ايه؟ سببوا لي excluded volume و attraction forces. ايوه excluded volume و attraction force. طب ليه اللو temperature بتعمل attraction forces؟ علشان at low temperature energy. ايوه عشان كده ايوه علشان كده الموليكولز بتقرب من بعضها، فده اسمه اتراكشن فورس. كلمه الموليكولز قرب، ايوه دي اسمها بنسميها اتراكشن فورس. لازم تكون صاحي لان اي حد بقول عليه دلوقتي. ايوه معلش، ممكن الحته بتاعت الاكسكلودد فوليوم تاني؟ الاكسكلودد فوليوم ده اللي هو الحجم المستبعد اللي هو مش هيتحرك فيه الغاز. حلو، لو انا جيت قلت لك ان في كونتينر 10 لتر، حلو، الغاز جوه شاغل 2 لتر، يعني حجمه 2 لتر من العشرة، يبقى هو يتحرك في قد ايه الغاز؟ في العشرة كلهم ولا الثمانية؟ ده الثمانية. الثمانية ليه؟ لان الغاز بيدور على الفريز بيس. طب ليه مش هيتحرك في العشرة كلهم؟ لان هو شاغل 2 لتر في الكونتينر، فال 2 لتر دول اسمهم الحجم المستبعد. يبقى الحجم المستبعد ده هو حجم الغاز اللي انا مش هتحرك فيه. ولسه كنت قايل مثال بسيط، لو حد، لو انتوا قاعدين في الاوضه، كل واحد قاعد في اوضه ويسمعني، الاوضه دي 100% وانت شاغل 5%، يبقى لما تيجي تتحرك هتتحرك فين؟ في ال 95%. طب ليه مش ال 100%؟ عشان انت شاغل من الاوضه 5%، فانت مش هتتحرك في الفوليوم بتاعك اللي هو ال 5%، فانت تعتبر اكسكلودد فوليوم لنفسك، يعني انت الحجم المستبعد بتاعك ده يبقى انت مش هتتحرك فيه، يبقى انت اكسكلودد فوليوم، حجم مستبعد. مش يعني ايه حجم مستبعد؟ مش هتحرك فيه. خلاص اكتبوا الحاجات دي باسلوب بالبلدي كده علشان يبقى سهل ان انتوا تفهموا. طيب باشمهندس بعد اذن حضرتك، هو الهاي بريشر ازاي هيعمل لي اكسكلودد فوليوم؟ لما اجي اضغط الغاز حجمه بيبان، صح؟ لما اضغط الغاز حجمه بيبان في الكونتينر، فبيبقى ليه حجم.
احنا قلنا في الايديال جاز ان ملوش حجم، حلو، الايديال غاز ملوش حجم. طيب لما نشوف الريال جاز، الريال جاز بقى ليه حجم، يبقى معنى كده في حاجه اسمها اكسكلودد فوليوم، الغاز مش هيتحرك فيها. الاكسكلودد من الغاز في الكونتينر، لو انا قلت لك الكونتينر 10 لتر والغاز جوه بيشكل 3 لتر، حجمه بعد الضغط 3 لتر، يبقى هوصل تمام كده فهمت. يبقى ال 3 لتر دول اكسكلودد فوليوم. تمام ميرسي كتير، شكرا. تمام هنشوف يا جماعه مع بعض دلوقتي. ايوه خلاص كتبنا بس الاول اهو. ليه الايديال جاز ملوش اكسكلودد فوليوم؟ نفس الفكره برضو. لا الايديال جاز كل القوانين بتاعته فرضت، او كل القوانين بتاعته استنتجت على اساس ان هو ملوش. ازاي نفس الفكر؟ انت دلوقتي لما تجيب اي غاز هتحطه في كونتينر هياخد حجم الغاز، صح ولا غلط؟ طيب صح. لما تجيب الغاز نفس الغاز تحطه في كونتينر اكبر، ما هو هياخد حجم الكونتينر الاكبر، يبقى فين بقى حجم الغاز؟ يبقى الغاز ملوش حجم. كنت بقول لك زمان في المسائل في الايديال جاز، والله عندي كونتينر الفوليوم بتاعه 2 لتر، عندي كونتينر الفوليوم بتاعه 10 لتر، كنت على طول بتاخد الفوليوم ده هو حجم الغاز، صح ولا غلط؟ يبقى معنى كده ان في الايديال غاز ملوش حجم معين، بيتحط في اي مكان بيشغل ليه. طب ايه اللي بيعمل كده؟ لان هو بينتشر بسرعه، بيحب يتحرك في كل حته، فعلشان كده المسافات بين الجزيئات كبيره، فعلشان كده بنقول ان حجم الغاز هو حجم الكونتينر اللي بيحتويه بس. يبقى معنى كده ان الغاز ملوش حجم معين. انما جيت بقى في الريال جاز، لا الموضوع اختلف، بقى في حاجه اسمها حجم، بقى في حاجه اسمها اكسكلودد فوليوم، اللي هو الحجم المستبعد اللي هو مش هيتحرك فيه. ما هو حجمه انا شغل 2 لتر، خلاص مش هتحرك في الاثنين، هتحرك في الفاضي بقى، صح ولا غلط؟ تمام شكرا. العفو. بقول لك يا دكتور، هو اصلا المفروض ان احنا لما هنيجي نضغط الجاز يبقى المفروض في قيمه معينه للضغط او للبريشر بحيث أيوة. نعرف انت اصبر دي ايوه بالظبط. بص محمد دلوقتي قال حاجه حلوه، عبد الرحمن يا رب، عبد الرحمن اسامه قال حاجه مهمه جدا دلوقتي، قال ما هو اي بريشر، يعني انا لو جبت الغاز حطيته في اتنين، احنا الغاز اللي حوالينا كله دلوقتي اندر 1 اتموسفير ايديال، يعني لو جيت حطيته في اتنين او ثلاثة او اربعة اتموسفير هيبقى ريال؟ لا طبعا الموضوع مش كده، يعني الموضوع فيه حسابات بتتعمل لسه هتكلم عليها بعد كده في الصفحه اللي بعدها. دكتور شوية. خلاص دكتور، بس الريدكشن فورسز في الريزونز اوف ديفيشن طبعا الميكانيتك انرجي بتكون المولكيول ديال، يعني ولا ما هو الكاينيتك انرجي طاقه الحركه، صح؟ طاقه الحركه لما تكون عاليه الغاز بيتحرك بعشوائيه في كل حته، طاقه حركه، ما انت بتتكلم في كاينيتك انرجي. طب لما تكون قليله المولكيولز انت بتعمل له تبريد كولينج، ما عندوش طاقه يتحرك، فهيعمل ايه؟ هيعمل اتراكشن مع اللي جنبه، يبقى جزء من الطاقه بتاعته عشان يبقى ستيبل هيديها للي جنبه، ده اسمه اتراكشن فورسز. خلاص طيب يبقى معنى كده ان اللو تمبريتشر عشان تعمل اتراكشن فورس يبقى الكاينيتك انرجي هو المفتاح بتاع الموضوع ده، لما كاينيتك انرجي بتقل الاتراكشن فورس بتحصل. اي اسئله اسال براحتك، المهم تطلع فيه. دكتور تمام معلش عايز احضرك الجزء بس بتاع الكاينيتك انرجي ده، مش مجمعه او مش فاهمه كويس معلش. هو الكاينيتك انرجي دي معناها ايه؟ طاقه الحركه. انت دلوقتي في احنا كبني ادمين، هل طاقتك في الصيف زي الشتاء؟ دايما في الشتاء بتبقى يعني اللي بتبقى خجوق، يعني بتبقى خامد كده، وبتبقى يعني منكمش شويه، وتيجي تبقى نازل يعني فاهم مش عايز تتحرك لان الجو برد، فاهم؟ انما في الحر بتبقى عندك طاقه عاليه، مش عارف ايه، تلاقي اليوم بتاعك اليوم بيبقى طويل، حتى دايما بيقول لك الصيف اليوم بتاعه طويل والشتاء اليوم بتاعه صغير، ليه؟ الجو برد، فاهم؟ احنا كبني ادمين. بالك بقى الغاز بيتأثر بالتمبريتشر، لما تعدي له درجة حرارة عالية بيبتدي يتحرك بسرعة، فلما يتحرك بسرعة مفيش اتراكشن فورس، هينجذب ازاي للي جنبه؟ هو في حالة حركة مستمرة، مش هيحصل انجذاب خالص. انما لما تبرده وتقلل طاقة الحركة هيقرب المولكيولز، هتقرب لبعضها قوي، فلما تقرب لبعضها قوي دي احنا بنسميها اتراكشن فورس. تمام يا دكتور، شكرا جدا حضرتك. هنشوف بقى بعد كده يا شباب ازاي اعرف الغاز اللي عندي ايديال ولا ريال، ودي حته مهمه جدا 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 دايما بجيبها. الحته دي بيقول لك الكومبرسبيلتي فاكتور، بيقول لك ايه؟ اكتب كده it is used to determine the type of gas، بتستخدم علشان اعين نوع الغاز، نوع الغاز اللي هو ايه؟ اللي هو ايديال او ايه او ريال. خلاص يا اما ايديال جاز يا اما ريل جاز، حته مهمه جدا الكومبرسبيلتي فاكتور دي.
طب يعني ايه كومبريسبيلتي فاكتور بالعربي؟ اللي هو معامل الانضغاط. طيب نرجع تاني نقول ان الغاز اللي عندي الكونديشن بتاعتي ايش عرفني ان البريشر دي هتعمل لي يعني عند اي هاي بريشر؟ عند 2 ولا 3 ولا 10 ولا 100 ولا 200؟ اي هاي بريشر؟ قال لك لا، قال لك عن طريق الزد. انا بعرف الزد ده فاكتور، هو اللي بيعين لي او بيحدد نوع السلوك اللي عندي او الغاز اللي عندي. نكتب كده الزد بتساوي بي في الفي على ان ار تي. عارفين بي في الفي بتساوي ان ار تي؟ لا، انا عملتهم على بعض علشان القيمه اللي هتطلع من الكسر ده هي اللي هتحدد لي نوع الغاز. طيب انت بتقول لي الزد دي كومبريسبيلتي فاكتور اللي بتحدد، وبتساوي البي في الفي على ان ار تي. طب ايه اللي هيحصل بعد كده؟ الفاليو اللي هتطلع دي يا جماعه يونتلس. يعني ايه يونتلس؟ ملهاش وحده. عن طريق الرقم اللي هيطلع ده هقدر احدد طبيعه الغاز، هو ايديال جاز ولا ريل جاز، وانتوا اللي هتجاوبوا دلوقتي. ازاي؟ لو انا قلت لك انزل كده بس هنا، يعني عندي احتمالين، يا اما الزد تطلع معايا ب1 يا اما الزد تطلع معايا ب1 يا اما الزد تطلع معايا يا اما هاير زان 1 يا اما لور زان 1. لو طلعت ب1 تبقى ايديال جاز. ايوه الله ينور عليك. لو الزد طلعت معاك ب1 يبقى ده معناه ايه؟ يبقى معناه ان اللي فوق البي في الفي بتساوي الان ار تي، اللي فوق بيساوي اللي تحت، وده منطقي. لان ما هو امتى الفاكتور ده يطلع بواحد؟ لما دي مثلا اقول 8 على 8، 10 على 10، يبقى اللي فوق بيساوي اللي تحت. يبقى معنى كده ان البي في الفي بتساوي ان ار تي. وطالما البي في الفي بتساوي ان ار تي، قلنا ده بيتطبق في مين؟ في حاله مين؟ ها؟ الايدل جاز. يبقى لما اجي اجيب لك اختيارات واقول لك لما الزد بتساوي واحد نوع الغاز ايه؟ ايدل ولا ريل؟ ولا اجيب لك حاجات مالهاش علاقه تقول لي ايدل، او اجيب لك السؤال بالعكس، الايدل جاز بيعني ايه؟ زد ايكوال 1 ولا هاير ذان ولا ايكوال 0؟ سؤال مهم جدا جدا. طيب افرض انت الكسر ده الناتج طلع معاك في الاخر يا اما اكبر من واحد يا اما اقل من واحد، يا اما اكبر من واحد يا اما اقل من واحد، يبقى معنى كده ايه؟ ان البي في الفي نوت ايكوال لا تساوي ان ار تي. يبقى على طول تقول لي ده ايه؟ ده ايه؟ ها؟ ريال جاز. يبقى يا عبد الرحمن ايوه يا عبد الرحمن اللي كان بيسال من شويه بيقول لي عند امتى اعرف ان كنت انا مع اي؟ المفروض انت ما تعرفش، المفروض لما تحسب الزد تعرف. يعني لو جيت قلت لك ان الغاز ده عند 5 اتموسفير ما تقدرش، هو مش معنى هو هاي بريشر ايش عرفك. ممكن 5 اتموسفير بالنسبه للغاز تبقى عاديه ما فيهاش حاجه، وممكن بالنسبه لغاز ثاني تبقى هاي بريشر. في النهايه ما فيش حد بيعرف الكونديشن الا لما بيجيب الزد. عشان كده الكومبريسبيلتي فاكتور فايدتها ان الرقم بتاعها هو اللي بيحدد لي نوع الغاز اللي عندي. فلو طلع ثاني الزد، لو طلعت واحد يبقى عادي، ولو طلعت اكبر واقل من واحد تبقى ريال جاز. فيها مشكله الحته دي؟ هو المفروض ان الزد دي اللي هتحدد لنا اذا كنا هنستخدم قوانين الايديال او الريال ولا ريب ولا هما الاثنين اصلا. لا لا، ده ليه قوانين وده ليه قوانين. ما هو طالما بقول لك البي في الفي لا تساوي ان ار تي، ده معنى ايه؟ معنى ان في قوانين تانية، دي اللي هنتكلم فيها لما ايه في الصفحه اللي بعدها. هو احنا قلنا الزد اسمها ايه بالعربي؟ معامل الانضغاط. تمام، مرسي كتير. خلاص كتبنا. حضرتك لو لما يبقى فيه هاي بريشر الاكسكلودد فوليوم بيزيد صح؟ طب هنكتب حاجه هنا مهمه جدا وهنفسرها كمان شويه، بس هنقولها كده بينا وبين بعضينا كده، يعني ايه بفهم كده، وبعد كده ايه هنتكلم على كل واحده بالتفصيل. لما الزد تبقى امتى الزد تطلع تبقى اكبر من واحد، وامتى الزد تبقى اقل من واحد؟ الزد تطلع اكبر من واحد يا جماعه نكتب كده من قوسين جنبها ات هاي بريشر، هاي بريشر. وامتى الزد تبقى اقل من واحد؟ عند اللو تمبريتشر. خلاص. طيب انا بقول ايه دايما في الحته دي؟ احنا كده بينا وبين بعضينا، وان شاء الله في الصفحه اللي بعدها هنبتدي نفسرها. بص لما اقول لك في الاختيارات الزد اكبر من واحد ليه، تقول لي هاي بريشر. بص هاي يبقى هاي. طب لما الزد تبقى اقل من واحد تقول لي نتيجه اللو تمبريتشر. يبقى لما اجي اسالك هو السبب اللي خلى الزد تبقى تعلى عن الواحد، تقول لي تاثير الهاي بريشر. ايه اللي خلى السبب ان الزد تقل عن الواحد؟ تاثير اللو تمبريتشر. خلاص، يبقى الهاي يبقى هاير ذان 1 واللو تبقى لوور ذان 1. خلاص اعرفها كده. طبعا احنا بصوا يا جماعه احنا عارفين الام سي كيو دايما ما بيعتمدش على ان انت، لا عايزين سرعه بديهه في الحل. ف
فانا ممكن اسالك سؤال انا متارجت مثلا ان هو ما ياخدش ثانيتين وانت تقعد تفكر فيه وتضيع وقت. يبقى لو جبت لك سؤال قلت لك الزد هاير ذان 1 ليه؟ نتيجه الهاي بريشر ولا اللو بريشر ولا جبت لك حاجات ما تقول لي الهاي بريشر. طب الزد لوور ذان 1 اقل من واحد ليه؟ تقول لي عشان لوور اللو تمبريتشر. خلاص؟ وده اللي هنشوفه بقى دلوقتي يا جماعه، ليه الزد لما تعلى عن ال1 بيبقى نتيجه الهاي بريشر، وليه الزد لما تقل عن ال1 بتبقى نتيجه اللو تمبريتشر. هنشوف ده دلوقتي حالا. المفروض دلوقتي كتبنا الزد ومفيش اي حاجه فيها. خلاص؟ تمام. نشوف بقى ازاي اتسائل فيها في صورة مسألة، ازاي اتسائل فيها في صورة مسألة. وبعد ما نحل المسألة دي هنشوف بعد كده تأثير الهاي بريشر واللو تمبريتشر اللي هو فاندر فيلز ايكويشن. مش عايزين نسبة الاحداث، عايزين ناخد المعلومة ببساطة واحدة واحدة. طيب بيقول ايه؟ In each of the following conditions. طب ممكن يا شباب نخلي الاسئلة، عايزين بس ايه عشان انا هسمع كل حاجة بس نخلص الموضوع على بعضه ونسأل في الاخر. يعني انا مش هقولك في اخر المحاضرة بس اخلص المساله دي يبقى خلصنا الزد. قبل ما اخش في معادله فاندرفيلد هسيب الناس تسال براحتها علشان ممكن حل المساله ده يفهمك حاجات انت ما كنتش فاهم. اتفقنا؟ تمام. بيقول لك in each of the following conditions، ازاي تسال فيها في صوره مساله يعني. بيقول لك in each of the following conditions which show by calculating the value of z if the gas is real or ideal and the reason of diffusion، ومديك التمبريتشر ومديك النمبر اوف مولز بين قوسين لكل الحالات. بيقول لك في الحاله الاولانيه البريشر بنص والفوليوم ب 12، هل انا اقدر اعرف سلوك الغاز ايديال او ريال بمجرد النظر؟ اقول لك انا ما اعرفش، يعني مفيش حد في الدنيا يقدر يعرف، لازم تحسب الست صح ولا غلط. يعني هو بيقول لك حدد لي نوع الغاز ايدل جاز او ريال جاز وقول لي السبب، بس بيقول لك ايه؟ باي كالكوليتنج الزد. طب هنمسك حاجه حاجه، نمسك حاله حاله. نمبر 1 اهو انا في الحاله دي الاولانيه اهو اللي هو البريشر بالهاف والفوليوم ب 12. طيب طبعا هنكتب القانون الزد ايكوال بي في على ان ار تي equal، هنعوض بالبريشر هاف 0.5 الفوليوم 12 على النمبر اوف مول اهو مديهوني فوق ربع 0.25. مين جدع يقول لي الار ايه؟ نرجع بقى للكلام اللي ايوه ليه بقى؟ ليه بقى؟ عشان دي بالاكس شفنا في الاس تي. لا ده كده انت رحت في حته تانية. لا الاس تي بي دي حاجه واللي احنا بنقوله ده حاجه تانية. انا بقول ليه هنا الار 0.082 ليه؟ علشان اليونت عندي الجدول اللي احنا خدناه المره اللي فاتت اتموسفير والبريشر في الاي تي ام. ايوه جدع. التمبريتشر مديني التمبريتشر فوق 100، هل ينفع اجيب ال 100 ده اعوض بيها زي ما هي؟ غلط غلط كتير جدا. لا لازم نجيب تبقى بلس 273. ايوه يبقى ايوه يبقى كل ده هيطلع بكام؟ لو جينا حسبناها تطلع 0.78. يبقى هتقولي الغاز ده ايه؟ اقل من واحد. يبقى الغاز ده ايه؟ ها؟ ريال جاز. ايوه هتقولي بس كده يا دكتور؟ اه بس كده. طب تعالى نشوف السؤال and the reason of diffusion. يعني لو هو ريال جاز قول لي ليه يبقى low temperature. ايوه جدعان. يبقى كده احنا فهمنا ليه. يبقى اقل يبقى لو اقل تاخد اللو على طول. يبقى ايه السبب؟ اقول له لو تمبريتشر بس كده. واحنا قلنا لا، يبقى اذا اتراكشن فورس. ايوه واللو تمبريتشر عملت لي ايه؟ اتراكشن فورسز. خلاص تمام. ممكن بس يا جماعه بعد اذن الناس المايك، يعني بعد اذن الناس لو في دوشه نقفل المايك او نسال ونقفل المايك على طول عشان بس الدوشه. طيب هنشوف هنا الكونديشن الثانيه نمبر 2. تعال نشوف انا اقدر اعرف ما اقدرش اعرف، مع انها واحد يقول لي ايه ده هي 0.7
انت بالنسبه لك ممكن تكون قليله بس بالنسبه للغاز ممكن تكون عاليه وهكذا. احنا بنحسبها عن طريق الزد. يبقى الزد ايكوال ايه؟ مش هكتب القانون اهو معايا فوق اهو. يبقى البريشر بكام؟ ايوه 0.766 في 10 على اللي تحت ده زي ما هو المقام ده زي ما هو. ايوه دي حاجات ثابته معايا في مين؟ في مين؟ كل ده لو جيت حسبته هتطلع بواحد. يبقى ده اسمه ايه؟ ايدل جاز. ايدل عشان بيسوي ايدل جاز جدع. طيب هنا في سبب؟ لا المثال الغاز المثالي مالوش سبب. يعني الايدل جاز مالوش سبب. ما هو مفيش حيوط. الحيوط بيحصل لما الزد تبقى اقل من واحد او اكبر من واحد. طيب الكونديشن الثالثه دكتور مش فاهم يعني ايه حيوط. الحيود يعني انت دلوقتي عندك ايدل جاز اتحول لريال جاز ده بنسميه حيود. الايدل جاز ده اللي هو اللي احنا عايشين فيه. كل الغازات اللي موجوده في الطبيعه ايدل جاز. لما بتيجي في الصناعه تسيل تعمل عمليه اساله للاكسجين والنيتروجين والكلام ده كله انت بتاخد الغاز بتضغطه وبتقلل درجه الحراره فبيتحول في الصناعه من ايدل جاز لريال جاز. هو ده المعنى من من الموضوع. ازاي بشوف الريال جاز؟ يعني الريال جاز ده في الصناعه ان هو بياخد هو ازاي الاكسجين بيوصل للمستشفيات. ما هو الاكسجين ده موجود في الهواء بيجيبوا الهواء في جهاز معين جهاز كده يعني مصمم بحيث انه يدي هاي بريشر ل 200 اتموسفير وبيعمل كولينج تبريد بيعمل الاثنين في نفس الوقت فبيبتدي يسيل الاكسجين ويحطه ويودي المستشفيات وياخد النيتروجين اللي في الهواء بيعمل عليه نفس الكلام يوديه للزراعه. يبقى كل حاجه بتروح لحاجه. يبقى الريل جاز ده يا جماعه احنا بنشوفه اتفضل لا الديفيجن ده كده تعديل يعني صح؟ الديفيجن ده حاجه حصلت ان الغاز بدل ما هو اقدر اطبق عليه البي في الفيكول ان ار تي ويبقى تحت الظروف العاديه لا حطيته تحت كونديشن ثانيه فالسلوك بتاعه اتغير. تمام شكرا. تمام طب معلش ممكن اسال سؤال؟ اتفضلي. هو انا لما جيت حسب طلعت 1.001 فانا بتكهل للديسيمال البسيط ده وبعتبر ان هو ايديا. طبعا 0. يعني 1.00 يعني كانك بتقولي مثلا 10 جنيه وربع جنيه. يبقى انت كده معاكي كام؟ هتقولي لي 10 وربع؟ لا 10 جنيه لان ربع جنيه ملوش قيمه دلوقتي. شكرا جدا يا دكتور. كل حاجه بس نيجلكتد. تمام دكتور معلش الزد هنا عشان نحسب بس حد معلش ما سمعتش سؤال. بنعمل اللي هو الهاي بريشر إيه؟ نحسب الحجم؟ لا مش عشان نحسب الحجم. احنا ده بيحصل ان لما لا احنا عايزين نعدل بقى المعلومه. انت فاهمها بالعكس. احنا لما بنعمل هاي بريشر حجم الغاز بيبان مش عشان نحسب الحجم. هو احنا تاثير الهاي بريشر دوت فبيخلي الغاز بعد ان انا اللي انا واعرف الحجم الغاز هيعرف يتحرك فيه. طبعا هنعرف الحجم اللي بيتحرك فيه وحجم الغاز. يعني احنا كان زمان بنقول ان الاسطوانه حجمها 10 يبقى ده حجم الغاز 10 ما بيتقسمش. لما نشوف في الريال جاز هنلاقي الحجم اتقسم. الغاز بقى ليه حجم والفريز بيس اللي بيتحرك فيها بقى ليها حجم تاني. ده اللي هنشوفه ان شاء الله لما نشوف معادله فان دير فالت. ما نسبقش الاحداث. الحجم بيبقى كله عادي هو واحد. ايوه هو بالمية في المية ملك الغاز مالوش اي تقسيم لانه الحجم بتاعه نيجلكتد مهمل. تمام هنشوف بعد كده الشرط الثالث لما يكون 2 اتموسفير و4 لتر. نشوف مع بعض. زد ايكوال 2 في كام؟ في 4 على نفس المقام اللي هو فوق. هي تبقى ريال جاز. ايوه مين جدع يقول لي؟ مين جدع يقول لي؟ ايوه اول ما اشوف اكبر من يبقى ده معناه ايه؟ ها هاي بريشر عمل ايه؟ اكسكلودد فوليوم. يعني انا دكتور مفيش لوتين بريشر فين؟ لا انت ما تقدرش. هو هو
هو معناها ان الغاز تحت الكونديشن دي. وبعدين خلي بالك الزياده سلايتلي يعني حاجه طفيفه جدا، فمعنى كده ان انت لو زودت يبقى اكتر، هتلاقي ان الزد زادت معاك اكتر. فانت ما بتحسبهاش بكونديشن واحد او بكونديشن اتنين، الزد على بعضه هو فاكتور، لا في بريشر بس ولا تمبريشر بس، في الاتنين مع بعض. فعلشان كده يا جماعه الفاكتور ده ملوش يونت، هو الرقم بتاعه ايه؟ هو عشان يبقى لازم الجهاز لازم الاثنين موجودين، لازم، ما ينفعش حاجه واحده بس. انت عارف بقى انت يعني لو انت فاهم صح الغازات هتقول لي لو حاجه واحده بس مش هتنفع. ليه؟ لان انت لما تزود الضغط درجه الحراره بتزيد، مش انت عارف البي بتتناسب البي مع التي دايركتلي، لما تضغط غاز في حيز ضيق معروف ان درجه الحراره بتزيد، يبقى انت ما عملتش حاجه. فلازم على طول يلاحقها بعد الهاي بريشر مرحله تبريد كولينج اللو تمبريتشر، فلازم الاثنين يحصلوا ان سيم تايم. عشان كده بقول لك في الصناعه حتى في لما بيجوا يحولوا الهواء لاكسجين مثال ونيتروجين كده، ده اللي بيحصل في الواقع، ده اللي بقول لك عليه عشان بس تربط اللي احنا بناخده باللي بيحصل في الواقع. هي زي دايره التكييف مثلا، احنا نشرتين موجودين، احنا ليه بنذكر واحد بس فيهم في حاله ان زيتك من واحد؟ ليه بنذكر واحد بس؟ ولو زيت اصغر من واحد بنذكر واحد بس مش شرطين. لا احنا مش احنا بنقول السبب اللي خلى الزد تبقى اعلى من واحد. ما انت خلي بالك من حاجه، هو حته الزد اعلى من واحد مش معناها ان هو يعني التاثير الثاني مهمل، لا، بس ده المسيطر اكتر، يعني ده المسيطر اكتر عن اللو تمبريشر. ساعات تاثير يبان، يعني انت مثلا يعني ساعات مثلا تلاقي واحد مثلا هو يعني على حسب طبيعه كل واحد، يعني مش معنى كده الغاز نفسه لما اجي اعرضه للهاي بريشر واللو تمبريشر، انت بالنسبه للغاز 400 كلفن ممكن تبقى عاليه، وبالنسبه للغاز الثاني ممكن ما تبقاش عاليه. زي ما شرحت لك ممكن ال 200 اتموسفير تبقى عاليه الغاز وما تبقاش عاليه. فانت لما تكون الزد هاير ذان 1 او لور ذان 1 انت بتحسب المسيطر اكتر، الهاي بريشر في حاله الزد هاير ذان 1. وانت لو صبرت دقيقه بس، لسه كن يعني زميلك كان بيسال دلوقتي ليه هاير وليه لو، انا مش هسيبك كده تفسرها ان ده اكبر يبقى هاي كده، احنا بس بيننا وبين بعضينا زي ما قلت لك، ولسه دقيقه بس هنعرف سببها بالتفصيل جت منين، مش عايزين بس نسبه الاحداث. طب دكتور معلش، هو هنا 1.04 برضو النسبه قليله الزياده يعني عن ال1، فليه ما قلناش لا؟ يعني معلش هنا يعني في المساله معلش اسال سؤال، هنا في نمبر 2 كانت 1.00 يعني 1 يعني حاجه برضو يعني طفيفه جدا فعملتها في قلت 1. وبعدين يعني هي دي مساله يعني في موجوده في الكتاب، ويعني بتبين يعني بتبين مدى تحديد الزد بنوع الغاز. انا لما بجيب لك حاجه زي دي في الامتحان مش هجيبها لك كده، يعني مش هخليك تختار ال 0 بوينت، يا ترى هي تقريبا زي الواحد، مش ده الغرض من السؤال. أيوة. على قد ما الغرض ان انا اقول لك ليه هاير ذان 1، قول لي السبب وقول لي الكونديشن. ليه هنا لما قلت عن ال1 ايه السبب وايه الكونديشن؟ انا بتكلم كانجري كيمستري، الغرض من الموضوع ايه؟ بس اكيد في الامتحان هجيب لك ارقام واضحه جدا يعني. تمام. بس هدف المساله دي ان فيها تنوع، خلتنا اقول مره الزد لوور ذان 1 حتى لو الفرق طفيف. انت طبعا مش هتدرك امتى يكون طفيف وامتى ما يكونش طفيف، فهجيب لك ارقام واضحه. زي هنا ما شفت 0.78 عرفت ان هي اقل من 1 على طول، واكيد لما اجيب لك اكبر من 1 هجيبها لك واضحه على طول، يعني هجيبها لك 1.2 هتبقى واضحه جدا يعني، واضحه وضوح الشمس. فانت هنا يهمني ليه فسر بقى ليه هنا قلت عشان كذا، هنا مفيش اي حاجه. فالمساله دي غرضها التنوع، ان خلاني اعيد تاني الزد بس في صوره مساله، يعني كل الصفحه اللي فاتت دي شرحناها تاني بس في صوره ايه؟ في صوره مساله. كده في مشكله لحد دلوقتي؟ يبقى خدنا الايدل جاز والريل جاز، وخدنا الكونديشن والريزونز، وخدنا الزد اللي بيحدد الغاز ايدل او ريل جاز، وخدنا مساله بتحتوي على زد ايكوال 1 وزد لور وزد هاير، وعرفنا تفسير كل واحده والسؤال بيجي ازاي. هائس دكتور، هو مش الزد انفرسلي مع التمبريتشر؟ لا 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 لا، بص 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 بص، لا ما تلخبطش زمايلك. بص هقول لك على حاجه، لما بتيجي تدرس يعني حضرتك لما بتيجي تدرس دلوقتي الزد، انت دلوقتي بتقول ايه؟ ان الزد دي فاكتور، يعني نرجع تاني للقانون، الزد دي فاكتور. يعني ايه فاكتور؟ الزد دي فاكتور، يعني ما ينفعش اقول الزد طردي او عكسي مع حاجه من البي او التي او الفي او اي حاجه تانية، لانه ده فاكتور مش بارامتر. الفاكتور ده بيهمني الرقم بتاعه، فما اقدرش اقول والله لما البي تزيد يبقى دي تزيد، لما هو الفوليوم لما يزيد يبقى الزد زي، لا العمليه مش كده. والنمبر اوف مول لما يقل يبقى، لا العمليه يا جماعه ما بدرسهاش علاقات، لا
لان ده الزد ده فاكتور، فاكتور مش بارامتر، مش متغير. الفاكتور ده يا جماعه يونتلس، مالوش وحده، عن طريق الرقم بتاعه هو اللي بيحدد نوع الغاز. يبقى ما تعملش اللي انت كنت بتقولي عليه، ده غلط كبير جدا، ان انت بتشوف العلاقات بين الزد والبي او الفي او التي، ده اكبر غلط، ما تعملش كده تاني. خلاص تمام. جه بقى واحد اسمه فاندر فالس، راجل يعني قالك انا مش هسيب الريال جاز كده، انا لازم احط له قانون يحكمه، قانون اقدر اجيب البريشر عند نقطه معينه، اقدر اجيب الفوليوم عند نقطه، اقدر اجيب التمبريتشر عن طريق اللي هو فاندر فالز ايكويشن. فاندر فالز ده طلع ناصح، عمل ايه؟ عمل حاجه اسمها فوليوم نكتب كده فوليوم كوركشن، يعني تصحيح الفوليوم، وعمل حاجه اسمها بريشر كوركشن. بريشر كوركشن تصحيح البريشر. خلاص، يعني عمل حاجتين، احنا هندرس الحاجتين، وهي دي فاندر فالز ايكويشن. طيب تعال نشوف مع بعض ازاي عمل الفوليوم كوركشن. طب انا قلت لك الايفكت اوف هاي بريشر، قلت لك اصبر شويه، لازم حاجات منين، وانا كتبت لك بين قوسين ايه، زد اكبر من واحد، عشان ايه؟ عشان دي هاي، يبقى دي لازم تكون اكبر. طيب ليه بقى؟ عايزين نفهم المعنى الساينتفك، مش معقوله المعنى العلمي هيكون مجهول بالنسبه لنا. نروح راسمين كده سلندر، خلاص كتبنا فاندر فالز نمبر 1 ايفكت اوف هاي بريشر، ونروح كاتبين راسمين سوري سلندر، سلندر دي فيها مكبس فوق خلاص، وفيها غاز جوه، الغاز ده اهو خلاص، ده ايديال، يعني لسه ما اثرتش باي مؤثر خارجي يخلينا اقول ان هو هيتحول لريل جاز. طب ايه رايك بقى، تعالى ناثر مع بعض بالهاي بريشر، هاي بريشر بس، هاي بريشر خلاص. يعني ايه هاي بريشر؟ يعني هنزل المكبس تحت ولا هطلع المكبس فوق؟ ها اضغط، هنزله تحت. ايوه، يبقى الهاي بريشر، الهاي بريشر ان انا هنزل المكبس لتحت. طب لما انزل المكبس لتحت ايه اللي هيحصل؟ نبص كده مع بعض. ايوه، المولكيولز بتاعته هتقرب من بعضها. ايوه، فحجمه هيبان، صح ولا غلط؟ تمام. ايوه، الحجم بتاعه هيبان زي ما قلت لكم. تمام، هروح ضاغط. طبعا انت بترسم احسن مني بقى، انت في البيت معاك مسطره ومعاك حاجتك بترسم احسن. طيب لو انا ضغطت الغاز، هل الغاز هيفضل بعيد عن بعضه كده؟ لا، ده هيقرب لبعضه، وهنفرض من عندنا ان هو متجمع في فرض. طبعا الغاز مش هيبقى متجمع، انا فارض كده، فارض ان هو متجمع هنا خلاص. في الحالة دي لازم هنقسم الفوليوم ولا هنسيبه زي ما هو؟ يعني هنا الغاز هيتحرك في 100%، 100% من هيتحرك في كل كونتينر، انما هنا هيتحرك في نسبة، صح ولا غلط؟ طيب تعال نقارن الجزء اللي قبل السهم، الايدل الجاز ده بيتبع انهي قانون؟ البي في الفي ايكوال مين؟ ان ار تي، صح ولا غلط؟ طب هل هنا ينفع اطبق نفس الكلام؟ قال لك لا، لانك عامل هاي بريشر، فالفوليوم اتجزأ. لو انا قلت من عندي هنزل بسهم كده ان ده الفوليوم بتاع الغاز اسمه بي، اللي هو مين؟ ده الاكسكلودد فوليوم. الاكسكلودد فوليوم دايما هنرمز لها بي حتى في المسائل، اكسكلودد فوليوم. يبقى ده اتفاق ان الاكسكلودد فوليوم هنقول عليه بي، لان خلاص ده حجم الغاز. طيب لو انا فرضت من عندي ان الكونتينر بعد الهاي بريشر، بعد الهاي بريشر الحته دي بعد الهاي بريشر اسمها في ار، اللي هي في ريل، يبقى الغاز هيتحرك فين؟ زي ما قلت لك بالظبط، قيس على نفسك، انت دلوقتي قاعد في اوضه، انت دلوقتي اسمك بي، في ار ماي، ايوه انت اسم، ايوه، يبقى الفوليوم اللي هيتحرك فيه اسمه ايه؟ الفي ار ماينس البي اهي، وهظللها لك باللون الاحمر، الفوليوم الفري سبيس. طبعا يا جماعه انا فارض ان هما مضغوطين جنب بعض، بس هو في الواقع بيتحرك في كل الحته دي، بس انا ضغطهم عشان ايه؟ اوريك فين الفري سبيس. يبقى الجزء الاحمر ده اسمه ايه؟ ها، الجزء الفري سبيس اللي هيتحرك ايه؟ اللي هيتحرك فيه الغاز، صح ولا غلط؟ يبقى هنا الفوليوم
اللي هيتحرك فيه الغاز هو الفوليوم اوف كونتينر كله. انما هنا الفوليوم هيتحرك فين؟ مش هيتحرك في الفوليوم بتاعه، ده اسمه اكسكلودد فوليوم، مستبعد، فمش هينفع اتحرك فيه. يبقى هيتحرك فين؟ في الفي ار، الفي ار ماينس البي. خلاص يبقى بقتش 100%، تطلع بقى 80% 70% على حسب انا حجمي قد ايه. يعني لو البي دي 20% يبقى هيتحرك، فيبقى الجزء الاحمر ده قد ايه؟ 80%، صح ولا غلط؟ يبقى عامه بقول الايكويشن، ودي هجيبها لك ام سي كيو، هقول لك الفريز بيس افتر هاي بريشر، يعني الفريز بيس اللي بيتحرك فيها الغاز بعد الهاي بريشر، في ار بلس بي ولا ماينس بي ولا في بي ولا على بي؟ اجيبها لك زي بقى زي ما انا عايز. تقول لي ايه؟ الفي ار ماينس البي. يبقى انا جبت مين؟ الفي بتاعت مين؟ الفري سبيس. يبقى نكتب كده يا جماعه هنا ان الفي، الفي تحت البي في الفي ايكوال ان ار تي، هي عباره عن ايه؟ هي الفوليوم افيلابل فور موشن، الحجم المتاح للحركه، الحجم المتاح للحركة. ترجمة، الحجم المتاح للحركة. هنا الحجم المتاح للحركة كان V، فما قلتش بلس أو ماينس، سبتها V زي ما هي. هنا ما أقدرش أقول V، فهتبقى VR ماينس B. مفهوم يا جماعة؟ مفهوم؟ موضوع سهل ما فيهوش حاجة. طيب افرض أنا ضاغط، لا ثانية، ممكن عدد الحتة الأخيرة دي تاني؟ أني حتة؟ اللي هي بتاعت الفوليوم available for motion. الفوليوم available for motion قبل السهم وبعد السهم. هنا كنت قلت الفوليوم هو الفي في المعادله بتاعت البي في الفي ايكوال ان ار تي. هل انا قلت الفي ماينس او بلس حاجه ولا سبتها في زي ما هي قبل السهم؟ اه لا تمام. ايوه ليه؟ ماشي. علشان هو حجم الكونتينر بيتحرك في 100%. انما هنا ينفع اقول ان الفي، الفي هي الفي؟ لا، الفي هي في ار ماينس بي. ليه؟ لان الغاز بقى ليه حجم، بيشغل حيز من الكونتينر، فمش هينفع اقول عليه في، فهقول عليه في ار. اهو الفي ار اللي انا مظلل عليها دي، اللي هو الجزء اللي هو كونتينر بعد الهاي بريشر اللي انا بشاور عليه، ماينس البي هتدينا الجزء الاحمر الفاضي اللي هو الفري سبيس اللي هيتحرك في الغاز، اللي هو 80% 90% على حسب الغاز شغل قد ايه. يعني لو الغاز شغل 10% يبقى الفري سبيس قد ايه؟ 90%، صح ولا غلط؟ فاهمه؟ اه تمام فهمت. تمام. وانا كنت عايز اسال سؤال بعدين حضرتك في الجزء ده. ايوه. هو حضرتك قلت ان انا المفروض لما انا بضغط الغاز في كونتينر، الغاز كله الجزيئات بتتجمع مع بعضها، يعني كله بيقرب من بعضه. بالظبط. فانا كده ازاي يعني، ازاي بقى في سبيس اصلا؟ في سبيس يعني كلهم المفروض بيتضغطوا في جزء صغير جدا بعد ما كانوا. لا اهو مش بيتجمعوا. سؤالك حلو يا باشمهندس. مش بيتجمعوا، لا مش بيتجمعوا لحد ما يبقوا ليكويد ستيت او سوليد ستيت. ما هو لو انت يعني لو انت فكرت ان هما بيلزقوا في بعض وبيرتبوا بعض انه يبقى زي التلج مثلا او زي الماده الصلبه، يبقى ده غلط. انا بقربهم من بعض، بس مش لدرجه ان هو بغير ستيت. هو بيفضل اسمه ليكويد ولا اسمه ريل جاز؟ اسمه ريل جاز، يعني معنى كده انه بيفضل جاز، يعني في مسافات، بس بالمقارنه بالايدل جاز مش نفس المسافات. في الايدل جاز المسافه كبيره جدا، مفيش اتراكشن خالص. انما في الريل جاز بيبقى الاتراكشن موجود، بس مش معنى كده ان الاتراكشن لازقين في بعض قوي، بيبقى موجود بس ايه، بس ب ب ب يعني ليه ليميت معين، عشان كده سموه ريل جاز. كل يعني مولكيول والتانيه يعني عادي. فعشان كده انا فارض من عندي، بس انا فارض ان هم متجمعين جنب بعض قوي عشان اقول لكم ان ده البي. لان انا لو سبت الغاز ينتشر مش هتعرف فين البي، واخدين بالكو؟ فانا فرضت من عندي ان هو متجمع مع بعضه في حته معينه عشان اقول لك ده البي، والباقي كله الفريز بيس اللي بيتحرك فيه. تمام، شكرا. تمام. طيب ايه رايكم بقى هنعمل حاجه بقى؟ مين كده يقول ايه السيب اللي بعد كده؟ يبقى فاهم قوي. هنعوض بالبي دي في البي في. ايوه جدعان، بروف. احنا طالما عملنا تعديل الفوليوم، اتعدل الفوليوم، بروزه كده عشان ده مهم جدا. اتعدل بمعنى ايه؟ انت الفي ايكوال في ار ماينس بي هتروح مغيره فين في الايكويشن دي؟ هتروح معوض بيه. اروح قايل ايه بقى؟ اروح قايل البي في الفي ار ماينس بي ايكوال ان ار تي. بص بقى هنيجي هنا، بص انا سايب مسافه هنا، هنكتب هنا ان بي. عارفين ليه؟ لان انا لما قلت البي اكسكلودد فوليوم احنا فرضين من عندنا ان الان بواحد،
طب افرض انا ضاغط ان مول، يعني 3 مول 4 مول 5 مول، يبقى لازم تقول ان بي. خلاص يبقى لازم اكتب هنا ان، يبقى الان دي نمبر في مولز مش قصه. اهم حاجه بس افهم انا ليه قلت ماينس بي. حته ماينس ان بي دي يبقى ده عشان النمبر في مول، يعني لو 3 4 5 حتى نص او ربع، مش لازم يكون رقم صحيح، ممكن يكون رقم فيه كسر عادي مش مشكله. يبقى جنرالي ما اقول ماينس ان بي. يبقى انا هنا شلت الفي وحطيت مكانها ايه؟ ها بي في الفي ار ماينس ان بي. خلاص. طب هعمل ايه بعد كده؟ تعال ندخل البي دي جوه في القوس، يبقى البي في الفي ار ماينس ان ايكوال ان ار تي. هو الكتابه ليه مش عارف بتنزل معايا كده، بس ايه هو انا ليه شلت الفي اللي في الايديال جاز وحطيت الفي اعمل كوركشن؟ عشان اعمل كوركشن. انا عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل كوركشن، عايز اعدل اشوف الايكويشن اللي بتحكم السلوك ده ايه، السلوك اللي الجاز ده، عايز اشوف الايكويشن اللي بتحكمه. خلاص. فعشان كده لازم اعمل كوركشن. عشان كده انا كتبت فوق فاندر فالز ايه، كتبت حاجتين، حاجه اسمها الفوليوم كوركشن والبريشر كوركشن. الفوليوم كوركشن ده هو اللي بنتكلم فيه دلوقتي. يعني انا بعمل كوركشن على المعادله بتاعه الايديال جاز اللي هي المعادله. الله ينور عليكي، دي المعادله الاساسيه اللي. طب ليه هي المعادله الاساسيه؟ عشان فيها كل البارامتر البي والفي والان والتي اللي احنا قلنا عليهم في اول محاضره خالص، الاربع بارامتر زي بقى اسرار الغاز. فانا هعمل فيها تعديل وهقول ان المعادله الجديده دي هي اللي تمشي على الريال جاز. تمام. طيب. طب انا ليه هنا بص هخلص الحته دي بالظبط اقل من نص دقيقه. بص لما نقول الايكويشن دي على ان ار تي كلها هوصل لايه؟ هقول ايه؟ هقول ان البي في البي على ان ار تي ماينس، طبعا الان هتكنسل الان وهتبقى على ار تي بتساوي. طب ده بيفكركم بايه؟ البي في الفي على ان ار تي الزد. ايوه الزد يساوي واحد، هنودي ده الناحيه الثانيه بالبلس هتبقى بلس ايه؟ يبقى ده السبب اللي خلاني اقول ان الزد هاير ذان 1. يبقى لما تقول لي 1 بلس اي حاجه هتبقى اكبر من 1، صح ولا غلط؟ ها الناس بتتنحى. ايوه. يبقى لما كنت بقول لك في الاول، لما كنت بقول لكم ابلعها دلوقتي كده اهو، جت بقى التفسير، يبقى كل حاجه في مكانها. ان الهاي بريشر هنا لما جينا درسناه اهو، تاثير الهاي بريشر، انت اوتوماتيك لما تجيلك الام اس كيو خلاص بتلقطها على طول. الهاي بريشر يبقى زد هاير ذان 1 واثبتناه. اجيب لك سؤال تاني في الام اس كيو. البروف بس مش اكتر. البروف بس ده هدفه ايه؟ بص انا لما اجيب لك في الامتحان بجيب لك الفوليوم، الفوليوم كوركشن بيساوي ايه؟ هتقول لي الفي ار ماينس ان بي، ده اسمه كده، اكتب انزل بسهم كده، ده اسمه ايه؟ الفوليوم كوركشن. تمام. بيساوي ايه؟ الفي ار ماينس ان بي. اجيب لك ايه؟ اجيب لك الزد لوور ذان 1 ولا هاير ذان 1 في حاله الهاي بريشر؟ تقول لي هاير ذان 1، انما مستحيل اجيب لك اثبت الكلام ده كلام هايف. ايه يعني دخلت البي جوه القوس وقسمت على ان ار تي؟ كلام مش مستوى امتحان. انا بجيب لك النهايه في الاخر ايه؟ خلاص بسالك في القانون اللي في الاخر. تمام. في اي مشكله يا شباب؟ في اي مشكله في الفوليوم كوركشن الايفكت اوف هاي بريشر؟ هو في القانون لما عوضنا في الاول ليه ما حطيناش زد؟ انهي قانون؟ لما جينا عوضنا بي في بيساوي في ار ناقص ان بي. ايوه اهو احنا عوضنا فين؟ فين الزد هتجيبها منين؟ انت بتعوض بالفوليوم كوركشن. انت دلوقتي صححت لي الفوليوم في المعادله. طب تعالى بقى نشوف تصحيح الفوليوم ده هيعمل ايه في الزد؟ ده السؤال يجي كده ولازم تفهمها كده، مش العكس ان انا بعوض. طب لما تعوض انت بالزد هتوصل لايه؟ ده انا عايز اثبت ان الزد اكبر ولا اقل من واحد. واخد بالك؟ تمام. دكتور معلش، هو احنا ليه قلنا في الريال ان البي في نوت ايكوال لان ار تي مع انها اصلا ايكوال، بس الفرق ان احنا عوضنا بقيمه الفي؟ لا 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 مش ايكوال، لا مش ايكوال. هل البي في الفي ايكوال ان ار تي بعد ما خدت الفوليوم كوركشن؟ لا طبعا، البي في الفي نوت ايكوال ان ار تي.
ما انا اصلا كده كده عوضت بان ال V بيساوي ال VR ناقص ال NB. ايوه بس لحد قبل ما تعوضي لحد البوينت دي لحد هنا تقدري تقولي ان هما بيساوي بعض؟ لا طبعا. تمام. ما تقدريش تقولي كده، انت قلتي كده بعد ما عملت كوركشن. قلت ساعتها ان ال B في ال VR minus NB equal NRT. خلاص طبعا. انما لوحدها كده not equal. نشوف بقى التأثير التاني. التأثير التاني تأثير، وطبعا مش هتبقى مفاجأة، هوصل في الاخر لايه؟ هعمل نفس البروف ده بس هوصل الاخر لايه؟ لل ها زد اقل من واحد علشان ده تأثير اللو تمبريتشر. طب ده تعتبر انهي كوركشن؟ البريشر كوركشن. نكتب كده، ده البريشر كوركشن، تعديل البريشر. طب تعالى نشوف ليه تعديل البريشر. تعالى نرسم مع بعض رسمة عشان الرسمة دي هي اللي هتفهمنا كل حاجة. كونتينر كده مقفول خلاص، وفي هنا غاز. ومش ده التمبريتشر كوركشن يا دكتور، مش البريشر؟ ما هنشوف بقى ليه. ما انا لسه اهو بقول لك اهو ليه اللو تمبريتشر بتخلي فيه بريشر كوركشن. هنشوف دلوقتي مع بعض. ارسم الرسمه دي. هنا ايديال جاز، ايديال يعني الهاي بريشر مالها ومال الفوليوم. لا انت ما بتاخدهاش كده، يعني انت ما بتاخدش اسم التاثير باسم الكوركشن، يعني مش 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 منطقي. انت بتشوف الهاي بريشر اثر على ايه، فلما شفنا الهاي بريشر اثر على الفوليوم فعملنا فوليوم كوركشن. هنا اللو تمبريتشر اكيد اكيد بتاثر على البريشر فهنعمل بريشر كوركشن. تمام. طيب هنا ده ايديال جاز. الايديال جاز ده يا جماعه بيتبع قانون زي ما قلنا المره اللي فاتت، بي في الفي ايكوال ان ار تي. خلاص تعالى نشوف بقى دلوقتي هنعمل تعديل في البريشر. المفروض دلوقتي اعمل كوركشن للبريشر علشان اشيل. خلاص نجيب بلون تاني عشان ايه نبقى عارفين ان هو ده اللي هيتشال. تمام. طيب تعالى بعد السهم لما تاثر بلو تمبريتشر ايه اللي هيحصل؟ يعني بتقلل التمبريتشر. طب لما تقلل التمبريتشر بيحصل من الاتراكشن فورسز. ايوه اروح اعمل كده، مش لازم ارسمهم كلهم بس انا عايز ابين ان في اتراكشن فورسز. اروح اعمل كده في الـ في الـ في الـ في الفيزيكس بينه الاتراكشن فورس ازاي؟ بترسموا خط كده وسهمين قصاد ايه؟ قصاد بعض، صح ولا غلط؟ يبقى في اتراكشن فورس. طب انا عايز اسال، وطبعا يعني بالمثل هنا بالنسبه للتو موليكولز التانيين بيبقى في ايه؟ نوع من انواع الاتراكشن فورسز. خلاص؟ طيب انا دلوقتي يا جماعه عايز اسال سؤال وكلكم هتردوا عليه. يعني ايه بريشر؟ ليه البريشر هنا بيأثر؟ التصادم بين الجزيئات والوول. ايوه جدع، التصادم مع مين؟ مع الجزيئات مع الوول في كونتينر. يعني ده لما يخبط هنا، ايوه ده لما يخبط هنا عمل بريشر، وده لما يخبط هنا عمل بريشر، مش غلط؟ طب السؤال بقى تاني، مين شباب ممكن المايك؟ بس يا دكتور مش فاهم الحته اللي لما بيخبط في الوول فبيعمل بريشر دي، مش فاهم. استنى يا مينا دلوقتي، استنى، انت ما حضرتش المره اللي فاتت صح؟ لا حضرت. احنا ايه هو البريشر؟ البريشر هو تصادم الموليكولز مع جدار الاناء الوول اوف كونتينر. خلاص ده بيعمل بريشر، انما التصادم مع الموليكولز مع بعضها دي ما بتعملش بريشر. البريشر هو التصادم مع مين؟ مع الوول، مع الوول، فكده بينتج بريشر. البريشر عباره عن الفورس ده بيخبط بقوه كبيره على الوول، فده هو ده البريشر. انا لما بيخبط مع بعضه ده كوليجن عادي تصادم، انما ما بيعملش بريشر. طب خلينا السؤال بطريقه تانية، مين اكبر ومين اقل؟ يعني مين اللي البريشر بتاعه اكبر، اللي قبل السهم ولا الكونتينر اللي بعد السهم؟ اللي قبل السهم. ليه بقى؟ ليه جدعان برافو، بس ليه صلوش اتراكشن فورس؟ ايوه علشان هنا علشان مفيش اتراكشن فورسز، فده هيخلي ايه؟ هيخلي ان قيمه البريشر الماكسيمم فاليو، مفيش اتراكشن فورس، يبقى البي هنا ايه؟ البي ايديال قيمه كبيره جدا، بينما هنا البي ريل، البي بتاعت الريل جاز بتبقى ايه؟ قليله ولا كبيره؟ تخيل اهو واحد راح يخبط، لا واحد بيشده الناحيه الثانيه، هل هيخبط بقوه الطاقه بتاعته؟ انت جاي تجري 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 لقيت واحد شدك من قفاك، يبقى معنى ايه؟ معناه ايه؟ ان طاقتك او سرعتك قلت، صح ولا غلط؟ فلما تروح تخبط مش هتخبط بنفس القوه، يبقى معنى كده ان البي ار قلت. فهمت ليه بقى بنعمل بريشر كوركشن؟ علشان البريشر اللي بيتاثر ولا التمبريتشر؟
ها البريشر اللي بتتقص خلاص. يبقى معنى كده يا شباب ان انا دلوقتي عايز اعمل تعديل للبريشر عشان اعوض بيه هنا واشوف في الاخر ان الزد هتطلع اقل من واحد، ده الهدف. طب هنعمل الكلام ده ازاي؟ هتيجوا تقولوا لي، قول لنا مثلا اكزامبل، هقول لك لو ده 10 اتموسفير 10 ATM ده هيبقى كام مثلا؟ هنقول ارقام من دماغنا طبعا، احنا مش في معمل، احنا نقول مثلا ده ايه 6 ATM هيقل. طب اللوزنج اللي حصل او الميسنج اللي حصل، الفرق اللي حصل ده راح فين؟ الاربعه دول راحوا فين؟ يبقى دول اللي خسرهم الغاز، ده البريشر اللي خسره الغاز 4 اتموسفير. انا كنت بعمل 10 اتموسفير فجاه لقيت نفسي 6 بسبب الاتراكشن. يبقى مين اللي خلى الاربعه دول ينقصوا؟ الاتراكشن فورس. ايوه بالظبط. يبقى هاجي اقول ان البي ايديال بتساوي البي ار اللي هي بتاعت الريل جاز بلس البي داش اللي هي نقصت. ما هو بديه، مش انا بقول يا جماعه. طب عشان عندي سؤال بس. ايوه، هو اللي خلى البريشر يقل ان حركه الموليكولز بقت اضعف يعني وكده؟ الكوليجن. ايوه مش حركه الموليكولز، الكوليجن، المقدار الكوليجن اللي رايح اعمله على الوول اضعف بكتير من الايدل جاز. لان بص كده على الموليكولز دي اللي انا مظللها بالاحمر، والموليكولز دي انت هو راح يخبط اهو، لقى واحد تاني واخد جزء من طاقته. ما هو يعني ايه اتراكشن؟ يعني انا باخد جزء من الطاقه بتاعتك عشان اعمل معاك اتراكشن، صح ولا غلط؟ فلما اروح اخبط في الولف كونتينر اكيد مش هخبط بنفس الطاقه اللي كانت موجوده معايا في الاول في الايديال جاز. تمام فهمت. فيترتب على كده ان البي ار هتقل. طيب يبقى نوصل للتعديل بقى، ما بقاش عندي بي واحده بس هتتقسم. بس المره اللي فاتت لما جينا قسمنا الفوليوم قسمناه في ماينس ان بي، هنا هقول بي ار بلس بي داش. يعني بص كده، ده 10 ATM، دي 10 ATM. انا دلوقتي ال 10 ATM دي هجزئها بقى، ما هو في حصل تجزئه، حصل قلت لايه؟ ل 6 ATM بلس البي داش دي هي الميسنج اللي هي ال 4 ATM اللي حصلت. طب دي لازم تدخل في الايكويشن عشان دي سبب الاتراكشن فورس. طيب البي داش دي لما جم حسبوها لقوها ايكوال ايه؟ نكتب كده البي ايديال ايكوال البي ار بلس اي ان سكوير على الفي سكوير. يعني مقدار اللوزنج اللي حصل او الميسنج اللي حصل في البريشر بيساوي ان سكوير على الفي سكوير. طيب الاي ان سكوير على الفي سكوير دي احنا عارفين الان دي النمبر اوف مولز واللي في ده الفوليوم. طب الاي ده عباره عن ايه؟ نكتب كده الاي ده الاتراكشن فورس كونستانت، لان كل غاز ليه اتراكشن فورس بتختلف عن الغاز التاني، فكل غاز ليه ايه خاص بيه. يبقى معنى كده ان الاتراكشن فورسز دي علشان كده قلت لك لازم تدخل في الايكويشن. يبقى معنى كده ان الاربعه دي مين السبب فيهم؟ الاتراكشن فورسز اللي حصلت بين الموليكولز اللي هي بعبر عنها برقم، لان كل غاز انت بتقول اتراكشن اتراكشن اتراكشن، لا بنعبر عنها يا جماعه برقم. يعني انا لما اديك في مساله اقول لك الاي ب3، يبقى بتعبر عن ايه الاي ب3 دي؟ معنى كده مقدار الاتراكشن فورس في الغاز ده 3. اقول لك الاي ب4 بتعبر عن ايه الاي دي؟ مقدار الاتراكشن فورس في الغاز ده 4. يعني هي مش ثابته زي الار، هي كل غاز ليه خاصه بيه، كل غاز ليه ايه خاصه بيه، ليه اتراكشن فورس خاصه بيه على حسب هي قويه ضعيفه، فانا بديك الفاليو بتاعتها. خلاص طبعا يا جماعه انا عارف. طب يا دكتور ازاي الاي ان سكوير على الفي سكوير دي اصلا حطيناها؟ هي طبعا ليها اثبات، مفيش حاجه بتنزل من السماء. ان البي داش ايكوال اي ان سكوير على الفي سكوير ليها اثبات كبير، بس انه يعني مفيش احتياج ان احنا نقوله لانه في فيزيكس كتير، حاجه المولر دينسي وبتاع، نخش في قصص. فانا بقول لك اعرفها كده ان الميسنج فاكتور او الفرق بين الايدل والريل جاز اللي هو اي ان سكوير على الفي سكوير. يبقى انا لما اجي لك ام سي كيو اجيب لك ازاي؟ اقول لك البريشر كوركشن بيساوي ايه؟ اجيبها لك بقى، اشيل لك دي احط لك بدل بلس، احط لك ماينس، اشيل لك الايه احط لك مثلا سكوير، اعمل لك اي حاجه، بس انت تبقى عارف ايه ان هي البي ار بلس اي ان سكوير على الفي سكوير. طيب قبل ما اخد اسئلتكم هنعوض عشان نسبه ايه؟ انا مش هتفاجئ، انا عارف ان الزد هتطلع اقل من واحد. طب تعالى نعوض بقى اهو، اروح واخد ده كده معوض بفين؟ ها هنا مكان البي، اروح قايل ايه؟ ان البي ايديال سوري البي ريل بلس، معلش دكتور البي ماينس اسمها ايه؟ معلش ايه بي ايه البي ماينس اللي هي او البي بي داش، البي داش نسميها مثلا ايه؟ معلش يبقى المسمى بتاعها اسمه ايه عشان بكتبه بس نسيت اكتبه.
ده الميسنج فاكتور اللي هو الفرق اللي هو اللي نقص. تمام خلاص. في الفي ايكوال ان ار تي. طيب انا كده عملت ايه اهو؟ مش عايز حد يا جماعه يبقى قاعد مش فاهم، مش عايز حد قاعد مش فاهم. انا عملت ايه يا جماعه؟ نطلع البي اي ايكوال بي ار بلس ان سكوير في سكوير. عوضت فين؟ وسبت كل حاجه زي ما هي، ما عملتش اي حاجه، الباقي كله رياضه. هنعمل ايه؟ هندخل الفي جوه بلس اي ان سكوير على الفي ايكوال ان ار تي. طب انا عايز اجيب الزد، يبقى اقسم المعادله كلها على ايه؟ ان ار تي. ايوه، يبقى البي ار في الفي على ان ار تي بلس اي ان على في ار تي ايكوال واحد. طب ده بيفكرنا بيه الزد. ايوه الزد بيتساوي دلوقتي واحد، وهتودي الكلام ده الناحيه الثانيه بالماينس، يبقى ايه؟ ماينس اي ان على الفي ار تي. حلو، يبقى الزد مالها؟ اقل من الواحد. من الواحد. وهو ده اللي كنا بنقوله في الاول، الله ينور عليكم، اللي هو ايه؟ ان اللو تمبريتشر بتخلي الزد لوور ذان 1. خلاص. هو احنا عملنا ايه في الخطوه اللي قبل الاخيره؟ قسمنا على ان ار تي اللي قبلها بقى. عوضنا في بالبريشر، البريشر كوركشن، عوضنا بيه تعديل او تصحيح البريشر، لان البريشر لازم اجاز. بصوا يا جماعه، هدف الفاندر فالز جزق الفوليوم والبريشر، جزقهم مره الفوليوم بالماينس ومره البريشر بالبلس. طب ليه البلس والماينس؟ عشان كل واحد ليه السيتويشن بتاعه، كل واحد الموقف بتاعه. فلما لقينا هنا الفوليوم، الفوليوم في اللي فات في ار كونتينر ماينس، عشان انا شاغل حجم مش هتحرك فيه فلازم ماينس، انما هنا بلس. ليه؟ علشان ده اللي ناقصه. يبقى البي ايدل ايكوال البي ار بلس اي ان سكوير على في سكوير، يبقى بحيث الاثنين دول التوتال يعادلوا مين؟ يعادلوا لي مين؟ البي ايديال. تمام يا دكتور. هو في سؤال بس، هو انا في لما يجي يديني جيفن في السؤال عندي، فالجيفن ده هو اللي هيحدد لي اذا كان الغاز ده ايديال او بص ولا كمان. انا ولا المعطيات هي اللي ولا هجيب الست عشان. لا بص، انا في المسائل طبعا الكلام ده سابق لو انا مش عارف ليه دايما عندكم هجوم كده على المسائل. بص المسائل دي يعني لما هنحل المسائل على الريال جاز دلوقتي. بص انا جيت في مساله مثلا اديتك A و B، يبقى تعرف ايه؟ ان الغاز ده ايه؟ ريل جاز. تمام. طب واحد يقول لي مثلا، طب احنا خدنا الايدل جاز في الشيت الاولاني، ايش عرفني الغاز ده ايدل ولا ريل؟ لان ما اديتكش A و B، فطالما ما اديتكش A و B فما فيش مفيش ديفيجن، يعني مفيش اي حاجه حصلت، فهتتعامل كمعامله الايدل جاز. واخد بالك؟ يبقى مش عايز الناس تتوه بين محاضره النهارده ومحاضره المره اللي فاتت. لا، الموضوع واضح، اديتك الاي والبي في المساله يبقى ده ريل كونديشن، ريل جاز. ما اديتكش الاي والبي يبقى ده ايدل كونديشن، زي ما كنت زي ما هنشوف في الشيت يعني اللي انا رفعته على الفايلز. خلاص. يعني الفكره عندي ان انا لو لقيت اتراكشن يبقى خلي بالي ان انا كده بتعامل في ريل جاز، لو مش بالزبط. لقيت اتراكشن يبقى انا كده خلاص في ايديال جاز عادي. بالظبط، عادي خالص. احنا انتوا بس عشان ما شفتوش الشيت، في بعض الناس شافته، في بعض في ناس حلت ووريتني، في ناس ممتازه جدا 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 وبتيجي تسال في المعمل، برافو جدا. وفي ناس ما فتحتش الشيت. يعني انا بقول لك لما تفتحه هتلاقي ما فيش اي وبي في المسائل، ما فيش اي وبي في المسائل، فتتعامل عادي كمعامله الايه الايديال جاز. معرضناك يا دكتور باشمهندس، معلش هو حضرتك هو الشيت ده نازل هنا على التيمز ولا نازل فين؟ على التيمز، على التيمز. وقعدنا على الجروب. هو ينفع حضرتك تضيفني في التيمز في الجروب ده؟ ما هو التيمز، ما طالما انت قاعده معانا دلوقتي وسمعانا يبقى انت في التيمز. وانا جايه في لينك من بره بصراحه، مش طيب انا دلوقتي كانت المفروض في الكوردينيتور حبيبه كانت هي اللي قالت لي انا بديهم الحاجات دي على الجروبس بتاعت مش عارف بعتها الجروب يا دكتور، بس تقريبا هي مش فيه برضو. طيب هنحل المشكله ازاي دي؟ هو
مش عارف لازم نحل المشكله كده الماده اصلا يعني. طيب ابعتي لي ريكويست وانا اعمل لك اد على الجروب وتشوفي كل الفايلز تقدر تطلع عليها، علشان برضو الموضوع ده مش دلوقتي بس، اكيد هيكرر في كده شباب. احنا هناخد مثلا 10 شباتر، فاكيد كل مره هتحصل عندك المشكله دي، احنا عايزين نحلها وايه وتبقى الموضوع كله يعني فيزبل بالنسبه لك. او ممكن تبقى تتابع يا حبيبه او تبعتي ريكويست وانا اعمل ابروف يعني. تمام. طيب نرجع تاني بقى الموضوع. انا دكتور كان عندي سؤال. اتفضل. لما انا قللت درجه الحراره هنا فالغاز يعني جزيئات الغاز قربت من بعضها شويه، مش ده كانه اتضغط؟ أيوة. فكده الفري سبيس اللي هو هيتحرك فيها مثلا الفوليوم فالمفروض هيتغير. الفوليوم بتاع ايه؟ الجاز. الفوليوم بتاع الجاز انا لما جيت ضغط ال- 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 الغاز حجمه بان. انت كنت في الاول بتقول ماشي بقى عندي برضه ايه؟ لا مش انا اللي كنت بتكلم تقريبا. بقول لك انت في الاول بتقول ان ال- 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 الغاز في الايديال ملوش فوليوم، فانا بقول لك لما تيجي تضغطه حجمه هيبان. حجمه ده بقى اللي هو ايه؟ اللي هو البي جنرالي. انا ما بتكلمش في ارقام، انا بتكلم في عامه كمفهوم ازاي بتنقل من حاجه ملهاش فوليوم لحاجه ليها فوليوم، فاهم؟ طب ايه اللي بيخلي ده يظهر؟ تاثير معين. ايه هو؟ الهاي بريشر. وهنشوف فاندر فالز دلوقتي. مين اللي كان بيسال؟ يوسف صح؟ انا يوسف. طب فهمت دلوقتي؟ لا. طب ايه اللي مش واضح؟ قصدي ان هي في الافكت اوف فلو تمبريتشر دي. تمام. لو تمبريتشر قللت درجة الحرارة. حلو. فجزيئات الغاز قربت من بعضها. فده كأنه لا 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 لا. بص انت ما ينفعش يعني. بص كل تأثير ليه حاجة. زي ما قلت لك الهاي بريشر بيبين الفوليوم، ده انت مقتنع بيه. انت عايز تقول ان اللوتن بريشر برضو بتأثر على لا. في تأثير زي ما قلت لك بيضغى على تأثير. انت هنا بتدرس ايه؟ ايه اللي قل معاك؟ يعني انا لو حاطط جهاز بيقيس الضغط. الواضح 100% اللي هيتأثر. الاتراكشن فورسز هي دي اللي بركز فيها، والاتراكشن فورسز مرايه للبريشر. الاتراكشن مرايه. الاتراكشن فورسز زادت البريشر قل، قلت البريشر زاد. انت بتشوف ايه الفاكتور اللي بيأثر عن طريق اللو تمبريشر دي بتعمل ايه؟ ايه الفيزيكال مينينج او ايه المعنى الفيزيائي اللي بتعمله الكونديشن دي؟ فاللو تمبريشر هنا انت بتقول ده بالبلدي ده مش عارفين لما انا اثر فبيقربهم. اللي انت بتقوله ده اتراكشن بريشر، بس انت مش واخد بالك. فانت بترجمه الفوليوم لان انت مش معني باللي انت بتقوله، او مش مدرك، او مش قادر تربط البارامترز مع بعضها. انت بتقول لما قلل درجه الحراره بتقرب لبعض فالحجم بيبان. لا طبعا مش كده. يعني انت لما الحجم يبان انت كنت شفته؟ لا هي مش كده. لما بيقربوا من بعض اللي بيبان الجهاز بقى. انا لو حاطط جهاز بيقيس الضغط قيمه الضغط بتقل، انا كده شايف ان قيمه الضغط بتقل. انما انت شايف حجم بيقل؟ لا. تمام. ما بيبقاش بالدرجه الجامده يعني. بالظبط. لا مش صح كمان. مش حكايه بالدرجه او مش بالدرجه. المعلومه مش صح ان اللو تمبريشر بتاثر على الفوليوم. الحاجه لازم تكون انت مقتنع بيها. اذا انا لما اثر اللو تمبريشر انت شايف ايه قدامك؟ جهاز البريشر قيمته بتقل. يعني انا لو حطيت هنا جهاز بيقيس البريشر، مانوميتر مثلا او اي جهاز بيقيس البريشر، المؤشر في مؤشر، المؤشر ده بيقل فانا شايف. انما انت تقول الفوليوم انت شايف فوليوم؟ لا طبعا. يعني ما فيش حاجه بتقول ان اللو تمبريشر بتاثر على الفوليوم، لا فيزيكال مينينج ولا كيميكال مينينج خالص. تمام. وصلت كده؟ تمام وصلت. ممتاز جدا. شكرا لكم. العفو. معلش ممكن سؤال يا دكتور؟ بس سؤال اخر سؤال. طب استنى بس ابني الايكويشن دي. ابنيها بس، ابنيها واسال براحتك. لان الفاندر فالز ايكويشن هي عباره عن ايه؟ هو جه قال لك ايه؟ قال لك هنجيب التو كوركشنز، الفوليوم كوركشن الفي ايكوال في ار ماينس ان بي، والبي ايكوال البي ار بلس اي ان سكوير على الفي سكوير. ده الفوليوم كوركشن وده البريشر كوركشن. خلاص اهو قال لك هنعملهم هم الاثنين في نفس الايكويشن. عشان عندي بي في الفي ايكوال ان ار تي، B في ال V equal NRT دي بتاعة الايديال صح والغلط. قال لك هعمل تعديل لل B وعمل تعديل لل V، وال NRT ثابت زي ما هي، دي ملهاش علاقة. يبقى لما اجي اعمل تعديل لل B هقول ايه؟ يبقى ال PR plus AN square على ال V square
في مين؟ ها عايز اعمل الفوليوم في ار ماينس ان بي ماينس ان بي. ايوه بيساوي ايه؟ ان ار تي دي فاندر فالز ايكويشن، وهي دي اللي بتطبق في المسائل. عشان كده بقول لك لما اديك مساله الاي والبي يبقى لازم تكون عارف ان ده، وهقول لك ازاي نتعامل مع المسائل دلوقتي، بس بروزها لي كده عشان دي اسمها فاندر فالز ايكويشن. اسمها ايه؟ فاندر ايكويشن، خلاص. او اسمها ايه؟ اسمها ريال جاز ايكويشن. ايوه ايكويشن. طيب امتى بستخدمها؟ لو كان ال A وال B دول كونستانت، مش كونستانت ثابتين، لا كونستانت بير جاز، يعني كل غاز ليه A و B معينة، دول ايه؟ لازم يدهم لي في المسألة، لازم اجباري اجباري، او يقول لك صريح هيوز فاندر فالز ايكويشن او يوز ريال جاز ايكويشن، او تعرفها من الحاجات دي. يبقى لازم هتعرفها في السؤال، مش هخبيها لك دي، مش هخبيها لك. الا بقى لو جبت لك مساله عن الزد وقلت لك حدد لي النوع، حدد لي النوع دي انت لسه ما تعرفش، فبتقول لي والله دي مالهاش علاقه بقى بالاي والبي، من قانون الزد، قانون الزد مالوش علاقه بالاي والبي، انت لسه بتتعرف على غاز. انما لو جبت لك الاي والبي انا هجيب لك هعرفك انه ريال جاز، بس هطلب منك اي حاجه من دول، اطلب منك البريشر، اطلب منك التمبريتشر، اطلب منك اي حاجه. خلاص اللي كان عايز يسال وانا قطعته قلت له استنى لما اخلص الفاندر فالز كده الريال جاز خلص. في اي مشكله؟ ماشي تمام. لا تمام، انا كنت هسال حضرتك اصلا هو ينفع اجمع الـ يعني المعادله دي مع المعادله دي ونخليهم معادله واحده، فحضرتك يعني قلتها خلاص تمام. يبقى دي الريال جاز، موضوع سهل جدا وبسيط، ما فيهوش اي مشكله خالص، بس عايز منك فهم اكتر من حفظ. من اول المقارنه بين الايدل جاز والريال جاز، الكونديشن، الريزونز، الزد، فاندر فالز ايكويشن، والتو كوركشنز اللي خدناهم لحد ما وصلنا للايكويشن دي. خلاص؟ طيب. طب دكتور بعد اذنك. حضرتك قلت لما يجي لي في الايكويشن يقول لي يوز فاندر فال ايكويشن. طب استنى بس بص. ايه دي؟ اقرا كده؟ لا مش شايف. طب السؤال فوق. كالكوليت ذا بريشر. دي بروبلمز، يعني دي المسائل اللي هتجاوب على كل حاجه في دماغك وفي دماغ زمايلك. المسائل هنشوف طبيعه المساله، ودي المسائل المطلوبه منك، هتشوف السؤال بيجي ازاي، يعني سيب السؤال بيجي دلوقتي ازاي للمسائل، لان لو كل واحد مش فكره السؤال بيجي ازاي، فكره ان هو لما يقول لي استخدم معادله فاندر فال وما ادانيش الاي والبي، فهل هم ليهم ارقام معينه؟ لا طبعا لا طبعا لا طبعا. تمام مش شكرا. ما لهوش ارقام معينه، كل غاز ليه رقم معين. خلاص طيب، انا متاكد ان الكل فاهم، بس عايز ياكد المعلومه بالمسائل. عشان كده المسائل بتاعت او التوتوريال بتاع الريل جاز انا هقوله مع بعض في المحاضره، بحيث ان ايه يبقى المسائل مع الريل جاز ايه يبقى باب وتقفل. طيب وفي بس ثلاث قوانين هقولهم في المساله اللي بعدها، يعني ايه عشان يبقى يعني الموضوع ما يعني ما رضيتش اقولهم في قبل المسائل، علشان بس اقولهم في المساله المعنيه او المساله بتاعتها. يعني بروبلمز، كالكوليت البريشر اللي بيعمله 1 مول من الجاز، الجاز ده اسمه O2 والغاز ده الفوليوم بتاعه 1 لتر، محبوس في فوليوم 1 لتر، يبقى النمبر اوف مول ب1، الفوليوم ب1 لتر، ات 160 كلفن، ده الكونديشن اللي موجود عندها الغاز. التي بكام؟ طبعا طبعا اي طالب هيجي يقول لي ايه؟ هيقول لي ان التمبريتشر دي مش يعني هستخدمها، اكيد اكيد هحول لكلفن. ايوه هتبقى 400 كلفن. تمام، يبقى هو بيقول لي كالكوليت البريشر واداني شويه كونديشن للغاز، باي بقى ايه بقى؟ نمبر ايه؟ باي ذا ايدل جاز لو، هو اللي قايل اهو بي فاندر فالز ايكويشن صريحه، في سي كومبير ذا ريزلتس، يعني قارن النتيجه اللي هتطلع من هنا بالنتيجه اللي هتطلع من هنا، هنعمل ايه؟ ومدي الاي والبي، طبعا الاي والبي دول عشان استخدمهم فين؟ في الفاندر فالز ايكويشن. طب هو لما قال لي ايدل جاز ايكويشن هعمل انا ايه بقى؟ بي في ان ار تي جدع، يبقى اقول ايه؟
اي في الايه الايه البي في ايكوال ايه ان ار تي ان ار تي. طب البي دي انا هقول عليها ايديال عشان ايه طبقت الايديال جاز لو فاسيبها في مين في واحد بيساوي ان واحد بواحد في زيرو بوينت ليه بقى ليه ليه عشان الفوليوم عندي بايه بالليتر وانت هتجيب البريشر بايه بالاي تي ام اتموسفير اي تي ام يبقى البي ايديال هتلاقيها 32 32.8 اتموسفير جدع ليه اتموسفير عشان انت معوض بالار 82000 ايوه جدع طيب بس كده لا دي المساله فيها مطلوبين كمان ليه بيقول لك باستخدام الريل جاز ايكويشن اهو عايز البريشر اروح كاتب له الايكويشن وانت المفروض ما تغلطش في اي لو غلطت في ساين فيها راحت منك هتساوي ار البي بلس الاي ان سكوير على الفي سكوير الفي ناقص الان بي بتساوي ان ار تي خلاص حطيت الكوركشنز بتاعتي والتعديلات اعوض بقى عادي البي ار اسيبها زي ما هي بلس الاي اهو اجيبه من فوق اهو 1.36 طبعا النمبر اوف مول ب1 سكوير الفوليوم 1 سكوير طبعا ملوش تاثير انا بكتبه يعني عشان ايه لو طلع باي رقم تاني تبقى انت عامل حسابك ان موجود يعني 1 ماينس ان ب1 البي بكام0.0 0.0 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
32 اي تي ام اهو معنا الحل. مسألة بتيجي كده طبعا. واحد يقول لي المسألة دي اهميتها ايه؟ طبعا انت ليها وزن في كده مسألة تحس ان ليها ويت. خليتك تطبق البي في الفيكول ان ار تي واستخدمت الار واليونتس وخليتك تطبق فاندر فالز ايكويشن. فاندر فالز احنا لسه واخدينها بس ممكن يعني في ناس كتير بتلخبط فيها بتعكس البلس والماينس. وخليتك تجيب البي ايدل والبي مساله دسمه يعني تحس ان هي مساله لا شامله كل حاجه لما الايدل جاز بالريل جاز. طب نمبر سي المساله ما خلصتش بيقول لك يعني كومبير قارن الرقمين دول مع بعض. كومبير تو ريزلتس الرقمين دول عايز اقارن بينهم. في فرق ما بينهم 0.3 هو جدع برافو عليك. هنقسمهم على بعض يا باشا دي مش هتساوي دي يعني. بص هو برافو عليك طبعا انتوا بتفكروا صح من ناحيه من ناحيه ان انا يعني بص انا انتوا طب لحد كده انتوا بتجاوبوا تمام بس هتتفاجئوا دلوقتي بالكومنت ان هو لما يجي حاجه زي دي قدامي بتعمل فيها ازاي. بص حتة 32 و32 فانت مفيش تغيير عندك حصل اصلا يعني انت بتتكلم يعني انا هجيب جهاز ضغط واجيب نظام تبريد كولينج عشان اقلل درجة ما هو انت عشان تقلل درجة الحرارة ده انت محتاج تبرد. هتبرد انت فاكر انت بتبرد بتلج؟ لا انت بتبرد بحب سيستم تبريد وحاجات كل ده عشان اقلل 0.3. لا طبعا يعني معنى كده انا عايز اقول ايه من القصة دي كلها يعني معنى كده ان البي اي نيرلي ذا سيم البي ار يعني البي اي نيرلي ذا سيم البي ار يعني معنى كده ايه؟ معنى كده ان الغاز ده مين جدع يقول لي ايدل جاز ولا ريل جاز؟ ايدل ايوه لان مفيش لان مفيش ليه؟ علشان يا جماعه لو انت لاحظت ان احنا شغالين عند ايه؟ 400 كلفن 400 كلفن دي عاليه قوي بالنسبه لايه
هاي تمبريتشر. الهاي تمبريتشر احنا قلنا الشرط لازم يكون في ايه لو تمبريتشر ال 400 درجه دول اللي محطوط عندها الغاز بالنسبه للغاز ايه تمبريتشر. فخليت لي النتيجتين تقريبا زي بعض. ايوه خليت لي النتيجتين زي بعض. انما بص بقى لو لقيت تغيير في الرقم اللي هو الصح اللي هو 32 يعني انت بتقول ايه انا بقول ارقام 32 لقيته مثلا 30 لقيته 29 لقيته حتى 31 لقيت تغيير في الانت في الرقم الصحيح ده يبقى انت بتقول اه ده حصل تغيير. انما بوينت حاجه دي مش حاجه تاثير ولا حاجه خلاص انت ما كنتش عارف اديك عرفت ان التاثيرات اللي انا بدور عليها تاثير واضح تاثير واضح آه ومرئي. اكتب لي الثلاث قوانين دول في المساله دي في المساله هو ممكن نقول الحته بتاعت ان هي طلعت ايديال جاز دي تاني. هي ليه طلعت ايديال جاز؟ لان الرقمين احنا المفروض ايه احنا المفروض لو احنا كنا بنشرح البريشر كوريكشن قلنا ان البي ار لازم ايه علاقتها بالبي ايديال مين اقل ومين اكبر قلنا البي ايديال المفروض تبقى اكبر الماكسيمم فاليو للبريشر ما يعني لان مفيش اتراكشن فورس ليه والبي ار المفروض تبقى اقل منها عشان الاتراكشن فورس والقصص دي صح. طيب احنا هنا لقينا المقدار الديكريز يعني مهمل مش مرئي او مش فيزبل او مش حاجه ملحوظه فانا قلت لزمالك ايه ان الاثنين نير ذا سيم فقلت لهم لو انت لقيت ان الرقم ده هنا 32 هنا 32 او لقيت الرقم 15 و5 سيبك من البوينت ده تاثير مش واضح تاثير مش كبير فلو لقيت الرقمين زي بعض يبقى على طول اقول ده ايه ده ايديال جاز لان الرقم ده بيعتبر بياكد الرقم ده تمام. طب ايه لو كانت 32 مثلا 0.1 و 32.9 لا مش هتيجي يعني التاثيرات كده برضو بوينت حاجه دي مش تعتبرش في الزبط. انا عشان اشوف تاثير واضح لازم الرقم نفسه يتغير اللي هو 32 تبقى اقل من كده تبقى حتى 31 30 29 حاجات كده انما بوينت حاجه دي مش ماخدهاش في الاعتبار اقول الاثنين نيرلي ذا سيم حتى لو هي 1 و9 نعم مش فاهم 1 و9 يعني لو هي مثلا 32.1 و32.9 ايوه طبعا انتوا بتبصوا لها بس من وجهه نظر الماس بس براكتيكلي الدنيا ما بتحصلش كده بس انا يعني البراكتيكلي الوضع مختلف تماما لازم يكون في ديكريز لازم يكون في فرق واضح تمام ميرسي كتير. لو سمحت يا دكتور جزء 100 كلفن هاي تمبرتشر المفروض الكومن ده ياثر على ايه برضو في ان انا اتاكد ان هو ايديال جاز؟ ايوه لان انت كده بتقول ان الهاي تمبرتشر انت الشرط بتاع الريل جاز مش موجود اللو تمبرتشر يبقى انت كده بتاكد ان ده ايديال جاز لان المفروض الهاي تمبريتشر فمش هيبقى فيه اتراكشن فورس لان الهاي تمبريتشر دي بتكسر الاتراكشن فورس فبتخلي الغاز يتحرك بحركه اسرع يعني او ما في يعني الموليكولز بعاد عن بعض فانا باكد ليه انا قلت ايدل جاز يبقى الكومنت او الكومبير كامل يبقى خلينا اقول ان الرقمين زي بعض خلينا احدد نوع الغاز ايدل وخلينا اقول ليه ايدل عشان الهاي تمبريتشر تمام. شكرا معلش دكتور بريشر كوركشن بدل الايكويشن كلها ولا لا لازم لا 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 ما ينفعش انا في المسائل اه طبعا انا هديك الاي والبي فما ينفعش تستخدمي جزء معين من الايكويشن انت الجزء المعين من الايكويشن دي بستخدمه عشان اجيب الزد اكبر واقل دي حاجه معينه انما لما اشوف بقى فاندر فالز او اطبق القانون على الغاز يبقى بطبق القانون بتاع الاي والبي مع بعض اه تمام معلش بس هنشوف بقى تطلع نعم. رقم ايه بس عايز انقل الاجابه بتاعتها انهي رقم ايه بس او تمام طيب اكتب لي الثلاث قوانين دول المساله اللي بعدها
بيقول لك use the value of van der Waals b. بص الثلاث قوانين دول ده practically it's found that يعني ساعات هتلاقي it was found that practically in ال p equal 4 v mol practically لقوا ان ال p ده حج اربع مرات ال v mol اربع امثال او اربع مرات ال v mol اربع اضعاف ال v mol ده معناه. طيب ده اول حاجه ده اللي القانون اللي بيربط ال b بال v mol. القانون الثاني ال b equal 4 في ال v molecule molecule يعني الجزيء الصغير molecule في مين ان اي افوجادروس نمبر. القانون الثالث 4 في مين 4 3 باي ار كيوب في مين افوجادروس نمبر. دول لازم يجي فيهم سؤال في الامتحان في واحد من دول بروزهم كده. تمام طيب هم جابوا 4 على 3 باي في كيوب دي منين؟ هقول لك دلوقتي هقول لك. فاكرين لما فاكرين لما خدنا بص ارسم بالونه كده ارسم بالونه بس ناس شويه ارسم بالونه البالونه دي الفي مول الفي مول خلاص الفي مول ده جواه قد ايه؟ جواه عدد قلنا قد ايه من المولكيولز هتقول لي افوجادروس نمبر. ايوه يبقى ده كله اسمه ايه؟ افوجادروس نمبر. طيب المولكيول الصغيره دي المولكيول الصغيره جدا دي الحجم بتاعها اقول عليها ايه؟ في ها بتاع افوجادروس نمبر مولكيول مولكيول الصغيره مولكيول الصغيره دي خلاص. طب انا عشان اجيب الفي مول هعمل ايه؟ هروح ضارب ايه؟ ايكوال اهو يبقى الفي مولكيول الصغيره قوي في مين في عددهم يدينا المول كله صح؟ ها صح الله. ايوه تمام كده صح حلو ايوه تمام. طيب طب الموليكول دي عباره عن ايه؟ سفير وحجم السفير قد ايه؟ اوكي السفير 4/3 باي ايوه بالظبط كده. يبقى انا امتى استخدم القانون الاولاني لو طلب الفي مول؟ امتى استخدم القانون الثاني لو طلب الفي موليكول؟ امتى استخدم القانون الثالث لو طلب الراديوس؟ مهمه جدا دي الراديوس يعني نص القطر نص قطر الاتوم مهمه جدا كلهم هيدينا البي ويطلب حاجه من الثلاثه دول. وركز على الراديوس مهمه جدا الراديوس ده وحده يعني الراديوس ده طول فلازم تعبر عن الوحده بتاعته بوحده طول. ممكن القانون الاخير ثاني القانون الاخير ان احنا حولنا الفي بتاعت الموليكول ل 4 3 باي ار كيوب اللي هو حجم مين؟ حجم الكوره السفير. الفوليوم بتاع السفير كام يا جماعه؟ البيزكس بتاعكم لازم يعني تبقى اكتر من كده شويه. خلاص اتفهمت؟ شكرا. تمام عشان بس ما نتلخبطش خلاص البالونه دي انا كنت راسمها عشان بس ايه نفهم الـ 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 الحاجات دي جت ازاي. نشوف بقى المساله. بكرر تاني الثلاث قوانين مهمين جدا جدا جدا. طيب بيقول لك ايه؟ بيقول لك يوز فاندر فالز كونستانت اللي هو البي خلاص فور سي او 2 هنلاقي ايه؟ طبعا مختلف عن المساله اللي فاتت لان ده سي او 2 المساله اللي فاتت كانت او 2 2 كالكوليت الفوليوم اوف سي او 2 موليكول عايز الفي موليكول اهو عايز مين؟ الفي موليكول اللي هي مين؟ يبقى استخدم انهي قانون الثاني ولا الثالث ولا الاول؟ الثاني تمام. يبقى هعمل ايه؟ اروح قايل كده البي ايكوال 4 في الفي موليكول
بنكتبها كده باختصار يعني موليكول في مين افوكادوز نمبر البي بكام 0.027 equal 4 في مين الفي موليكول في مين افوكادوز نمبر اللي هو كام 6.02 اعرف اجيبه ولا ما اعرفش اعرف اجيبه هيطلع قد كده لتر ده المطلوب الاولاني شد خط تعال نشوف المطلوب الثاني واخر حاجه بيقول لك ات الاس تي بي وات برسنتج يعني عايز نسبه التوتال فوليوم اوف سي او 2 سمولر فوليوم يعني ايه الكلام ده يعني عند الاس تي بي عايز نسبه الفي بص يعني ايه مولر فوليوم ها يعني هو عايز يجيب حجمه بالنسبه لحجم المول بتاعه ايوه طيب انا دلوقتي انا مثلا قاعد في اوضه قاعد في المكتب في الكليه الفوليوم بتاعي عايز اجيب نسبته عايز اجيب نسبتي هعمل ايه هقول والله الفوليوم بتاعي على الفوليوم بتاع الاوضه في 100 صح ولا غلط يبقى لما اجي اقول النسبه بتاعت السي او 2 at STB هقول ايه؟ هقول ال V مول على مين؟ over 22.5 هايو حجم الأوضة اللي انا قاعد فيها عند ال STB هتبقى كام ساعتها؟ 22.4 طيب انا لقيت عندي ان ال V مول مش موجودة احسبها اهو من التلات قوانين اللي فوق التلات قوانين دول انا بعتبرهم يعني ايه؟ يعني اللي بيحلوا اي حاجة ال BD equal 4 V مول وهو مد ال B اعرف اجيب ال V مول ولا معرفش اهو من اول قانون اعرف اجيب ال في مول يبقى ال بي على 4 يبقى اقول ايه 0.0427 على 4 اللي هم مين ده ال في مول او احسبها في لو انت بتتلخبط احسبها على الجنب وعوض بيها عادي في القانون على 22.4 في 100 علشان تطلع لك النسبه هتطلع قد كده وطبعا هتطلع نسبه صغيره جدا 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 لان ده غاز انت يعني متخيل ان الغاز هيشكل انه كونتينر مثلا هيشكل مثلا 30 40 لا طبعا الغاز هيطلع نسبه صغيره هتلاقيها مثلا 0.0 حاجه يعني 0.04 اه 0.04% بالنسبه للكونتينر يعني معنى كده ان الفري سبيس اللي هيتحرك فيها الغاز قد ايه 100% ماينس ده يبقى المسائل يا جماعه دايما بتاكد النظري بتاكد اللي احنا بنقوله فوق فتلاقي نفسك فاهم اكتر عشان كده انا حبيت بدل ما اجل المسائل بتاعه الريل جاز للتوتوريال قلت لازم اشرحها النهارده علشان يبقى الموضوع اتقفل مع بعضه هو كده الباست هو عباره عن الفي مول بس مش الاس تي بي والمقام هو الفي مول بتاعه بس في الاس تي بي صح كده لا الفي مول على جنب اهو ال بي ايكوال 4 في مول يبقى الفي مول ايكوال ايه بي على 4 ده اللي انا عملته فوق هنا بس مش هو تحت برضو اللي هو 22.4 دوت هو عباره عن الفوليوم بتاع ال1 مول برضو الفوليوم بتاع ال1 مول ده اللي انا عايز اجيب نسبه انا عايز اجيب نسبه ال CO2 at ايه عند ال STB عايز اجيب النسبه بتاعه ال CO2 لما يكون موجوده في 22.4 يعني انا لو عندي كونتينر كده الكونتينر ده الفوليوم بتاعه 22.4 لتر وفي غاز جوه الغاز ده بقى ليه 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 بي ما هو مدي قايل لي فوق ان البي بتاعته كذا عايز يحسب بقى نسبته قد ايه يبقى الفوليوم ايوه على 22.4 بس الفوليوم بتاع مين ال1 مول الفوليوم بتاع المول ليه لان انا عايز اقول ان الباست كده هو عباره عن فوليوم بتاع 1 مول بس مش في الاس تي بي والمقام الفوليوم بتاع 1 مول برده بس في الاس تي بي لا لا فالفرق بينهم الظروف ولا لا ايه لا في الظروف الفوليوم اوف مول عند الاس ده الغاز جوه الغاز ما هو القانون ده ملوش علاقه بالاس بي ده بيجيب لك الفوليوم بتاع المول جوه الكونتينر يعني انا بقول لك ان البي ايكوال 4 في مول خلاص يعني الفي مول حجمه قد كده خلاص طب نسبه يعني هو برده موجود في الاس بي يعني القانون مش هيتغير طب انا عايز اشوف نسبه الغاز ده بقى عند الاس بي يعني على 22.4 يبقى ال 22.4 ده هو حجم الكونتينر اللي موجود فيه الغاز تمام
خلاص يعني هو غاز محطوط في كونديشن، مفيش حاجه اسمها الفي دي في كونديشن وال22 4 هو، فهو مفيش حاجه اسمها الفي في كونديشن، هو في حاجه اسمها الغاز محطوط في كونديشن ايه، الغاز محطوط في الاس بي خلاص. يعني هو مش شغل الكونتينر كله، هو مش ايدي الغاز يعني، لا مش شغل، هو في حاجه في حاجه اسمها غاز يشغل الكونتينر كله، يعني في حاجه اسمها يعني ما راح يتحرك فين ده، انت كده بقى ايه فرقت ايه يا عنه عن الميه، يعني لما تجيب ازازه لتر ميه وتملاها كلها ميه لحد الاخر اقول لك ماشي دي بتاخد الكونتينر كله لان دي ليكويد، لو جبت ملح برضو وحطيته في الازازه مليته لحد الاخر دي بتشغل المكان كله، انما الغاز ما يقدرش يشغل المكان كله، بيشغل نسبه صغيره جدا جدا جدا. خلاص موضوع الريل جاز ده يا جماعه بيبقى تعويض مباشر في المساله، ما فيش اي حاجه، بس تركز وتعرف وتذاكر بهداوه الزد الفاندرفيلز ايكويشن الفوليوم كوركشن البيرشا كوركشن وتخش على المسائل هتلاقي نفسك ما فيش اي مشاكل. انا بس عايز اتفق معاكم على حاجه، بكره التوتوريال الساعه كام؟ الساعه 2:30. انا الساعه 2:30 بس عندي حاجه، فعايز اتفق معاكم على ميعاد تاني في التوتوريال. يا ريت بعد كده يكون بعد كده يا دكتور ومش قبل كده، عشان احنا عندنا حاجات في الكليه وكده. لا ما هو مش هينفع قبل كده، هو لازم بعد كده او نخليه يا ثلاثه، يعني انا بتفق معاكم اهو في عجاله وعايز الميعاد اللي اخده منكم يبقى هو ده. ممكن نخليه بالليل مثلا 8 ولا حاجه مثلا، مش عايز اضغط على زمايلي برضو يا احمد على احمد برضه ناس كده. انا ما عنديش مشكله، ما عنديش مشكله نخليه التلات، عايزين تخلوه في نفس اليوم بالليل برضو انا ما عنديش مشكله. انا شايف ممكن تعمل فود على الجروب، حضرتك ممكن تعمل فود على الجروب ويبقى احسن يعني. بص انا اقول لكم على حاجه، انا شايف بصراحه ان نخلص منه بكره، بس بكره بالليل عشان بس عندي ظروف لحد الساعه مثلا 4 5 صعب شويه، فمش هقدر ادي الساعه 2:30، فنخليها بدل مجازا بس المره دي مجازا، يعني مش كل مره هنخليها بالليل. تمام يا دكتور بالليل. انت بقى اصلا هتخلص محاضراتك امتى؟ عندنا اخر حاجه الساعه 6:30 لحد 6:30. لا 6:30 هنبدا 6:30. هتبدا 6:30 ازاي بقى الكلام ده؟ يبقى 8 بالليل يا دكتور. ممكن نخليه بالليل عادي. الكيمستري ده مش سجل وبينزل على اليوتيوب باب الكيمستري. ممكن نحطه مع بدل معمل الكيمياء، معمل الكيمياء احنا بنقصها يا جماعه بقى سجل ما بيعرفش ايه اسبوع يتفرج عليه. احنا عندنا معمل الكيمياء، معمل الكيمياء امتى؟ لا بس هيقول هو خلي بالك انت يا دكتور، احنا عندنا حضرتك دكتوريا الساعه 2:30 كده، معمل كيمياء بعد. بص انا ما عنديش مشكله يا جماعه نخليه اخر يوم عشان الناس اللي عندها تعارض وفي ناس عندها مشاكل في الجدول، فنخليه اخر يوم كله يكون فاضي. انا ما عنديش مشكله. دكتور هنخلص 6:30 بكره، هنخلص 6:30 بكره اللي هو اساسا ميعاد معمل الكيمياء من 4:30 ل 6:30، فاحنا ممكن نحضر اللاب يعني السكشن مكانه، ممكن كده احنا بينزل لنا الفيديو. ده معمل الكيمياء في الكليه ولا معمل الكيمياء اللي هتتفرجوا عليه اونلاين؟ هنا لا اونلاين، اللي هو الاونلاين اللي بينزل لنا مكانه فيديو. طب ماشي، ما هو الاونلاين اللي بينزل لكم مكانه فيديو ده تسمعوه في اي وقت. خلاص احنا ممكن ناخد مكانه يعني. مكانه. ده حد عنده مشكله في الموضوع ده ان نبدا 6:30؟ تمام. هو كده مفيش اي سيكشن ولا اي حاجه في الوقت ده. يعني خلينا بس بكره ان شاء الله، وبكره هشرح الشيت 1 اللي هو على الايديال جاز، وهقول ازاي نتعامل مع المسائل، يعني ازاي لو لقيت ايه اعمل ايه. هنحل بحيث نكون خلصنا باب الايديال جاز والريل جاز ومفيش حد عنده مشكله فيه ان شاء الله. هو يا دكتور التوتوريال احنا كده الليكتشر 1 خلاص خلص كده يا دكتور، اللي هو اول محاضره في الكيمستري. اول محاضره في الكيمستري، بس التوتوريال بتاعها هنقوله بكره. طب هو في حاجه، طب معلش انا شفتها كده، شفتها انا طبعا جايب الكتاب وكده عشان بحل منه الامثله، ففي حاجه اسال عليك فيها بس بعد اذنك يعني. ايوه مينا، مش سامع، بس في حاجه جزء ما سمعتوش منك، عايز تسال في ايه؟ عشان بس حد بيعمل لي ميوت، مش عارف مين بيعمل لي ميوت. ماشي. انا في يا جماعه انا قلت لكم في الاول ان المنهج السمستر ده مختلف عن السمسترات اللي فاتت، عشان لما بتقرا كتاب مثلا هتلاقي حاجه اسمها جرهامز لو. ايوه جرهامز. لا ده 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 اتلغى الترم ده، مش عليك. يعني اسال الاول، اسال عادي براحتك قبل، عشان بس ما تذاكرش حاجه ملغيه. ايوه اللي اتلغى الترم اللي فات هيتلغي الترم ده؟ لا،
في حاجات تانية هتتلغي اكتر واكتر شويه يعني، وفي حاجات تانية هتضاف. بس اللي اتلغى هيتلغي، مش نفس اللي اتلغى. بص انا مش عارف ايه اتلغى السمستر اللي فات يعني، ما كنتش بدي السمستر اللي فات، بس انا بتكلم على السمستر ده في حاجات اتلغت وحاجات اتضافت. فعشان كده انا قلت من اول محاضره ركز كويس جدا في المحاضرات علشان دي الاساس، ولو في حاجه في الكتاب انت شاكك فيها تعال اسالني من الاربع، قول لي دي علينا ولا مش علينا. فش حاجه يعني، مش سر يا جماعه، مش 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 سر حرب يعني، هو الموضوع كله يعني ذاكر. ممكن حضرتك في التوتوريال تقول لنا ايه الملغي؟ طيب هو الدكتور حد في حد عمله ميوت ولا الدكتور هيتعمل ميوت؟ انا 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 تمام تمام مفيش مشاكل. انت دلوقتي الـ 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 الملغي في الايدل جاز جرهامز لو بس لحد دلوقتي. الريل جاز في جزء اسمه الليكوفاكشن ملغي من عليك، الاساله، اساله الغازات. يا دكتور نقدر نطلع دلوقتي؟ اه يقدر يطلع خالص، انا خلصت خلاص مفيش مشاكل. لو سمحت معلش اخر حته بس حضرتك انتهيت ايه اخر حته حضرتك انتهيت بيها ممكن تعيدها؟ المساله دي، المساله دي دي انت يعني هتاخدها اساينمنت، دي اساينمنت مش المساله دي يا دكتور. دي دي انا الفكره بتاعتها ان هو مدي البي وطالب الار، اشوفك بقى هتتصرف فيها ازاي. طب نبعتها فين يا دكتور؟ ايه نبعتها فين؟ نبعتها فين اعملها حلها ونبعتها فين؟ في اللاب، في اللاب. اي حاجه اي حاجه اطلبها منك هتجيبها في اللاب خلاص. طب ما لقيتنيش موجود، ما لقيتنيش موجود بتسلمها للمعيد اللي بيديك في اللاب، اقول له الدكتور احمد عبد الحميد. دكتور المساله اللي فاتت دي عملنا دي مول على ال 22.4 يعني ليه المول؟ لان عند الاس تي بي النمبر اوف مول، فبيهمني المولر فوليوم النمبر اوف مول بون عند الاس تي بي. ايه تاني شروط الاس تي بي؟ البريشر 1 اتموسفير، النمبر اوف مول بون يعني 1 مول، التمبريتشر 0 سيليزيوس يعني او 273 كلفن، والفوليوم 22.4. اي اسئله تاني؟ هي جايه معانا في الدكتور هي دي ايه؟ اه المساله بتاعه الراديوس، المساله الاخيره دي تجيبها معاك في الـ في اسمه ايه ده في اللاب، وبكره ان شاء الله هزود عليها كمان بحيث يبقى في اساينمنت كامل مش مساله واحده يعني، بكره يبقى في مسائل تانيه هتضاف في الاساينمنت لما نحل الشيت الاولاني خلاص. ماشي ممكن حضرتك تجيبها بس تاني؟ معلش مش سامع. ممكن ايه حضرتك تجيبها تاني؟ تجيب السلايد بتاعها تاني بس هنكتب. لا لا انا هبعتها لك على الفايلز على تيمز خلاص. دكتور معلش حضرتك في وقت فاضي نقدر نتكلم حضرتك فيه يعني؟ نتواصل حضرتك لو في اي مشكله. انا قلت لك انا موجود يوم الاربعاء، انا بس يعني علشان انتوا عارفين الادفايزنج وال وفي الطلبه بتسجل، لو في ناس بتعمل دروب وفي ناس عايزه يعني نصايح في حاجات معينه، فانا ممكن لو انت هتسالني في حاجه في البتاع ممكن ما الحقش ارد عليك، فتعالى لي في اللاب احسن يوم الاربعاء اعرف. انا عندي مشكله في اللاب اللي فات ما عرفتش اجي، كان مشكله ظرف طارئ يعني، فكنت بحاول اتصل مع حضرتك فما عرفتش اتصل معاك خالص يعني. ايه ايه المشكله اللي حصلت لك؟ ان انا كان عندي حاله وفاه فما عرفتش اجي. طيب طيب خلاص مفيش مشكله. اللاب يعني اللاب مش هتلاقيه بيعتمد على ال... انت بتتكلم على فات؟ اه اللاب اللي فات على طول. انا ممكن اعوض، انا اقول لك اقول لك اقول لك اقول لك صح، انت ممكن تعوضه مع زوجي مع الاسبوع ده لو انت فاضي في اي وقت، بس استاذن قول له انا لما تيجي تخش يعني اللاب قول له انا مستاذن دكتور احمد عبد الله. خلاص تمام شكرا. بس خلاص انت اسمك ايه؟ طيب اسمك ايه يا باشمهندس؟ مين اللي كان بيسال؟ انا مصطفى حسين. اه مصطفى حسين. مصطفى حسين خلاص انا اسجل اسمك واسيبه في اللاب علشان ايه يكونوا عارفين. شكرا. طب احنا عندنا اللي بتبقى عندنا في اللاب يا دكتور باشمهندس منار بيسلم عادل الاساينمنت مهندس منار المعيده. مفيش مشاكل. انا بكره هتفق معاك على السيناريو اللي هيتم في تسليم الاساينمنت بكره ان شاء الله، لان لسه هكمل على الاساينمنت ده مسائل تانية. طب يا دكتور لو سمحت انا برضو ما عرفتش احضر اللاب بتاع الخميس اللي فات، فممكن احضر الخميس اللي جاي؟ هتحضر الخميس اللي جاي بس في اي يعني وده برضو الكلام لك يا باشمهندس في اي حصه يعني، مثلا لو انت جيت دخلت جه قال لك الحصه مليانه تعالى مثلا الحصه الثانيه يبقى لازم تيجي الحصه الثانيه، فيبقى في اي وقت مش في وقت معين تيجي فيه وخلاص لان السكاشن زحمه جدا، فهو هيختار لك وقت سلوت تبقى العدد فيها قليل يعني. تمام
دكتور انا مش مقتنع لسه بحته 22.4. يبقى مصطفى حسين واللي كان بيسال خلود حسن صح؟ ايوه دكتور. مش مقتنع بيه الحته اللي هي بتاعت الكونديشن عند الاس تي بي يا باشمهندس. دلوقتي انا لما اقول ان الكونتينر عند يعني ايه اس تي بي؟ يعني الفوليوم بتاع الكونتينر 22.4. انا عايز اشوف نسبه البي نسبه الغاز عند الاس تي بي. بقول بس انا يقول الفوليوم بتاعي الفوليوم بتاعي على الفوليوم بتاع السكشن او فوليوم بتاع الاوضه في 100 يبقى ده ده ده, ده المنطق يعني. فلازم اللي فوق يبقى فوليوم واللي تحت فوليوم. طب اللي فوق انا عايز اشوف نسبه مين؟ الفي بتاعت المولز. يبقى لازم هي اللي فوق على مين؟ على حجم الكونتينر الاساسي عند الاس تي بي 22.4 بس. فجبت الفي مول حسبتها اللي هي البي على 4 على ال 22.4 في 100 طلعت لي نسبه الغاز اللي موجود في الكونتينر. طب كنت عايز اقول حاجه داني. يعني يا ريت حد يبطل يعمل ميوت علشان اقول الجمله على بعضها. انا كنت لسه هقول لحضرتك دكتور معلش امنع الامناء الاعدادات يا دكتور ان اي حد يعمل ميوت او يخرجنا من الميتنج عشان دي بتحصل كتير وده بصراحه استفزاز. انا انا لا 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 مش هتحصل. بص بص يا باشمهندس انا الفيرست امبريشن يعني مش معناه ان انا سايبك يعني او سايبهم يعني او سايب الجروب ياخد راحته ان مش هيبقى فيه يعني اكشن هيتاخد في الموضوع ده. بس انا يعني بتعامل مع ناس كبيره ودايما اقول يعني ايه اخوات الصغيرين ومش بس يعني مش يعني انا اوعدك ان الموضوع ده مش هيحصل تاني. بس الواحد يكون مثلا بيتكلم في حاجه مهمه جدا يلاقي مره واحده ميوت او يخرج بره. ما تقلقش